مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي. والاهلي يحاول، الاهلي النهارده بيحاول اسطوره كبيره جدا. هو الاهلي دايما عودنا على الاساطير، اساطير الله يرحمها واساطير ربنا يديها طول العمر. اساطير الله يرحمها زي المرحوم صالح سليم البيج بوس بتاعنا زي ما بيقولوا، واساطير عايشه في الكوره في الاداره في كل حاجه. عندنا بيبو اسطوره كبيره جدا كانت في الكوره، وان شاء الله في الاداره تكمل، ان شاء الله تبقى اسطوره من اساطير الاداره. عندنا بوتريكا، عندنا بركات، عندنا مش عايز انسى اسماء، عندنا كابتن مصطفى عبده، عندنا كابتن مصطفى يونس، عندنا اساطير كتيره جدا 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 جدا، وعندنا اسطوره كبيره جدا في التدريب، اسطوره اقنعت الجميع ان هو فعلا اسطوره، ساحر عبقري مقنع زي ما انتم عايزين تقولوا، قولوا راجل اقنع الجميع ان الكوره مدرب وليه دور كبير جدا 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 في نجاح المنظومه. مدرب كمان اثبت للجميع ان المدرب مش فنيات بس، مدرب شخصيه، وشخصيه تقدر تنجح وتقدر تهدم اي حاجه، تقدر تنجح اداره باكملها بشخصيته، ممكن تخلي اداره فاشله باكملها مع انها موفره له كل الامكانيات، لكن الشخصيه هو اللي اقنع الناس، هو اللي اثبت ان الشخصيه فعلا حاجه مهمه جدا جدا في مدرب الكوره. معانا اسطوره عظيمه جدا، ما اثرتش بس في الاهلي، اثرت في الاهلي، اثرت في الكوره في مصر، في افريقيا، في الوطن العربي كله. اقنع كل الجماهير النادي الاهلي بيكسب في الدقيقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لغايه الدقيقه 90 واللي بعد ال 90 كمان، وادانا كاس العالم للانديه وحصد بطولات ولا اروع من كده، حاجه كل الاهلاويه حاطاه جوه قلوبها، حابب كل الناس فيه، يخوفك في ثانيه ويحببك فيه في ثانيه. اسطوره فعلا، نفسي تفضل كتير جدا 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 وتاثر في الناس اكتر واكتر. حاجه مقنعه جدا زي ما قلت لحضراتكم، الجماهير من الصغير للكبير عارفين ان هو ساحر، قالوا له عبقري، اقنع الجماهير بيه وحبوه باقناع، مش حب بس، مش هتافات بس. وانا عارف وانتوا بيني وبينكم مصداقيه ان احنا بنتكلم دايما في السليم، في المضمون، في الصح، ما بنقولش اي كلام وخلاص، بنقول الكلام فعلا للشخص اللي يستاهله. اسطوره بكل المقاييس، ساحر بكل المقاييس، عبقري بكل المقاييس، طلع جيل ورا جيل، طلع ابطال، طلع نجوم، جاب بطولات لسه دلوقتي ولغايه دلوقتي كل الجماهير الاهلاويه بيقولوا الساحر العبقري. معايا النهارده اسطوره التدريب في مصر افريقيا والوطن العربي، الساحر مانويل جوزيه.
بحضراتكم من جديد. يعني لو انا اتكلمت عليه انا مش هيكفيني فيه اسبوع شهر ان انا اتكلم عليه على شخصيته وعلى عظمته وعلى كل حاجه بصراحه انا اتعلمتها منه. تحديدا كمان الجمهور شاف منه اقنعه زي ما قلت في البدايه فعلا اسطوره. يا رب يا رب تتعوض. مش عايز اقول لكم كم الرسائل اللي جالي انا شخصيا، جالي على صفحتي، جالي على صفحه القناه، جه عندنا كم الفيديوهات اللي احنا عملناها، كم الرسائل وكم الناس اللي عايزه تشارك، كم اللعيبه اللي عايزه تدخل، كم المدربين اللي عايزين يشاركوا في هذا اللقاء. حاجه بصراحه تحسسك ان انت فعلا معاك حد فعلا اسطوره، اسطوره اقنع الجميع بشخصيته بموهبته في التدريب، حب هايل، حب جامح من كل الجماهير الاهلاويه. قبل ما ارحب بيه وقبل ما نعرض بطولاته وانجازاته وكل حاجه، يلا احمد يا جمال. اهلا بحضراتكم من جديد، منور الدنيا كلها، وكل الجماهير الاهلاويه مستنيه تشوفك. في ناس كتير مش عايز اقول لك السعاده قد ايه في قلوبها لما عرفوا ان مستر مانويل جوزيه اسطوره التدريب في الاهلي، ايقونه الاهلي، عشق الجماهير الاهلاويه معانا في قناه الاهلي. وفي ناس بتترعب لما بتسمع اسم مانويل جوزيه. منور الدنيا كلها ومنور قناه الاهلي، واهلا بيك. شرف لي ان اكون هنا من جديد. شرف كبير ليا ان اكون معاك يا كابتن. لما طلبت اتعاقد معاك ان كل الناس قالت انك كويس، وقال هنشوف. والوقت هنا بيبقى مع اللعيبه زي ما بيبقى مع الواين مع النبيت. بيحسن النبيت الكويس وبيمرر النبيت اللي مش كويس. وانت كنت من الكويسين. شرف الجديد لي ان اكون هنا مع الجماهير اللي هم فعلا العشق الكبير بتاعي. كل اللي اشتغلته في الاهلي كان عشان النادي فعلا، وكان بس كان عشان الجماهير. ده كان الشغل الشاغل هم الجماهير. وعشان كده انا النهارده موجود هنا، مبسوط جدا وسعيد جدا اكون هنا معاك يا كابتن ميدو. بس فوق كل حاجه اول فرصه ليا ان اهني الكابتن الخطيب الرئيسي الجديد للنادي الاهلي اللي اشتغلت معاه 8 سنين. واتمنى له كل التوفيق هو ومجموعته. بس انا فوق كل، انا ما كانش عندي الفرصه ان اتكلم ان فوق كل حاجه. النادي رجع يكون للاعضاء والنادي رجع يكون لجماهيره.
durante uma série de anos o clube não pertenceu ao Zabat. فكان في مجموعه النادي ما كانش منتمي للجماهير والنادي المفروض للجماهير اصلا. Mas agora sim, agora está entregue aos adeptos outra vez. النادي رجع للجماهير مره ثانيه. Volta a ser aquilo que foi. ورجع زي ما كان. Maior ainda do que foi. وهيبقى اكبر كمان من المكان. ما فيش شك في الكلام ده انا مبسوط وسعيد. للحكايه دي. Aquilo que inclusive a outra administração do clube fez comigo não foi justo. لان المجلس الاداره الثاني عملوا معايا ما كانش عادل، كان التعامل غير جيد جدا خالص معايا. Eu adoro o Alan. وانا بحب الاهلي وبعشى الاهلي، الاهلي هو النادي. Gosto do Benfica em Portugal que tem águia. بحب بنفيكا في الاهلي اللي فيه نس. E gosto do Alali que tem águia também. وهنا الاهلي برضه في نس. Portanto, Mido, é um grande prazer estar aqui. فشرف لي ان اكون هنا، يا كابتن ميدو. يعني اكيد كلامك من القلب، طالع من القلب، واكيد بيوصل لكل القلوب الاهلاويه، واكيد كل الناس ما حبتكش من فراغ، يعني الناس عرفت مانويل جوزيه، شخصيته، احترامه، تقديره، فعاليته في شغله، اخلاصه في عمله، بطولات اللي حصدها، حبه للجماهير، انتمائه للجماهير، فعلا زي ما حضرتك قلت ان انت بقيت جزء من المنظومه الاهلاويه بمختلف العصور، واكيد اللي جه عليك اكيد هو اللي خسران. أنا شايف إن الشعب المصري كله دايما كان سلوكه ممتاز معايا، دايما بيحسسني. أنا قلت الكلام ده مرات متعددة قبل كده وأنا بعيد الكلام ده لأن ده حقيقة فعلا، كل واحد كلهم بيحسوني كأني فرد من العيلة وكأني مصري. أنا مش بس 8 سنين في مصر، أنا عمليا قضيت 18 سنة في مصر، كل مرة كنت باجي مرتين ثلاث في السنة. Agora trabalho na academia. دلوقتي انا في كان عندي اكاديميه ودلوقتي انا في اكاديميه وادي دجله. لان دي طريقتي ان انا اشكر بها الشعب المصري واني بحاول اساعد اولادهم يكونوا احسن كاشخاص وكلاعبين، لاعبين احدث. فانا حاسس دايما اني في مصر في بيتي كل ما اجي في مصر. اكيد اكيد لو بتتكلم عليا انا تحديدا، انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا كنت بحلم ان انا انضم النادي الاهلي، كنت بحلم ان انا اسلم على مستر مانويل جوزيه، بقيت لعيب تحت قياده مانويل جوزيه، دلوقتي بعمل انترفيو مع مستر مانويل جوزيه، فاكيد حاجه بتعمل لي نقله في حياتي في مختلف المجالات وفي مختلف كل حاجه بالنسبه لنا، من اول ما كنت لعيب كوره دلوقتي كمقدم برامج، اكيد فخر ليا قبل ما يكون فخر لاي حد ان انا استقبلك وان انا اعمل معاك انترفيو، دي حاجه اشعر بيها بالفخر طبعا. Não, vim com o maior prazer. أنا جيت هنا بكل بكل فخر إن أكون موجود معاك. لما دعيتني أنا عامة ما بديش انترفيوهات لحد. أنا ما بحبش أدي انترفيوهات. بحب أبقى قاعد في هدوء. انا مع الناس اللي بحبها والناس اللي اشتغلت معاهم عمري ما ارفض دعوتهم. مع كابتن ميدو ما قدرش اقول رد تاني غير ايوه، وانا هنا موجود متاح عشان اجاوب على كل الاسئله هتسالها. انا موجود هنا بكل شرف ليا ان اكون موجود هنا. ده شرف ليا، شرف ليا كبير جدا شخصيا، واكيد كل الاهلاويه مستمتعين ومستنيينك يعني على امر من الجمر زي ما بيقولوا ان هم يشوفوك ويرحبوا بيك تاني ويشوفوا مستر مانويل جوزيه. ادخل في الاسئله بتاعتي، هبعد شويه عن الاسئله العاديه وادخل في سؤال. مستر مانويل جوزيه دايما بيبان الشخصيه الحازمه جدا، الشخصيه اللي بتبان شديده قوي. انا عايز اعرف الجزء اللي انا شخصيا قبل ما الجماهير ما تعرفوش عن مستر مانويل جوزيه. Um treinador tem duas personalidades. انا عندي شخصيتين. واللاعب عنده شخصيتين والمدرب عنده شخصيتين. شخصية إنسانية وشخصية احترافية. أو كروية في الحالة دي. وأنا ما بطلعش من القاعدة دي. هو صحيح. إنه عملوا حكوا أفلام كتير عني، حكوا حاجات عن شخصيتي مش حقيقية خالص. من 8 سنين اللي مرنت فيهم الاهلي بس كان العلاقه ما كانتش كويسه مع ثلاثه او اربعه بس من اللاعبين. فده يعتبر زي ريكورد. والباقي كان كل الناس كانت علاقه كويسه مع كل اللاعبين. لما اكون متطلب بالسرعه عاليه من اللاعبين لازم اتطلب منهم شغل عالي، لان تلعب في نادي بحجم نادي الاهلي لازم يكون في تطلب عالي في الشغل منهم.
عشان نقدر ناخد الألقاب اللي قدرنا ناخدها. كان لازم نكون جادين، نكون نحترم الجماهير. لما نلعب في استاد مع 100,000 متفرج دي حاجة ممتازة. ولما كنت ببص لفريقي كنت حابب فريقي، وكنت متأكد إن الجماهير كانت هتحب فريقي كمان. لو عندنا احسن لعيبه كان لازم نلعب احسن كوره. لو كنا جبنا جون كان لازم ندور نجيب الثاني، ونجيب الثاني كان ندور نجيب الثالث. فدي كانت دايما فلسفتي. اللعيبه كانت عارفين انه ما كانش ينفع يهزروا معايا. بعد ما كان ينتهي الشغل والماتشات بيبتدي الهزار. كنت ببقى في اوقات ابقى انا البلياتشو الاكبر بلياتشو فيهم. بحب اضحك واهزر مع اللاعبين لان انا كنت لعيب لمده 20 سنه. فما كنتش بخلط الامور. زي ما بنقول في البرتغال الشغل شغل والوقت المرح مرح. في وقت الهزار بنهزر وكل حاجه، في وقت الشغل لازم نحترم النادي ونحترم الجماهير فوق كل حاجه. نحترم نفسنا ونطور من نفسنا. فدايما كانت فلسفتي دايما لما كنت كمدرب. ودايما كنت علاقتي كويسه مع المدربين مع اللاعبين، وعارف ان في الشغل ما فيش هزار وفي الماتشات ما فيش هزار. اما كنا في الواقع بنلعب كويس وبنكسب، دي كانت فلسفتنا. هو عكس اللي بيحصل في مصر مع الاسف. انا دلوقتي في وادي دجله عندنا 3,000 ولد من 7 ل 14 سنه. والعقليه بتاعت الناس دلوقتي في عالم الكوره شايفها زي من ساعه ما جه هنا 2001. اول اوبشن او خيار عند اللاعب سواء كان صغير في السن او كان لاعب كبير انه يستلم الكوره ويعمل الفنت او الدريبل بعديها. اللي بننقله دلوقتي لمدربين وادي دجله ان اول خيار للاعب هو التمرير، واخر خيار هو المراوغه او الدريبل. النهارده بشوف الفرقه ما تلعبش مع حارس المرمى. المفروض يشوفوا التلفزيون في اوروبا. النهارده بيتعاقدوا مع حارس المرمى، مش بس اللي بيعرف يصد، اللي بيعرف يلعب برجليه كمان. ده لسه الفكر ده ما وصلش لمصر. لو ما وصلش المفروض دي غلطه مين؟ دي غلطه المدربين المفروض. فعشان كده ده اللي بنقله للناس، لازم نبني لمصر كلها اللعيب الجديد. نشأ صح على اساس اللعب الجماعي، على اساس لعب الفريق. نفهم الاولاد ان لوحدهم ما يقدروش يعملوا حاجه، يحسوا انه لازم يلعبوا الكوره مع الفريق. الفريق لازم يكون متضامن، لازم يكون اصدقاء، ما يكونش في انانيه. لان هنا في مصر الناس بتفكر في نفسها اكتر، وفي كره القدم كده برضه. في مصر انتهى من افضل اجيال كره القدم في مصر. دلوقتي محتاج وقت عشان تظهر جيل تاني مشابه ليه. لان في رايي الاهلي كان عنده احسن فريق كوره في كره القدم في تاريخ كره القدم، واحسن فريق في افريقيا في تاريخ افريقيا. الفريق كان فيها مجموعه من النجوم زي اللي كانت موجوده دي. انت كابتن كنت موجود في واحد من النجوم دي، وعارف ان اهم حاجه كانت الفريق ما كانش الفرديه. دي حقيقه. واللي كان عايز يطلع فوق الفريق او اي حاجه ما كانش اي حد بيسمح له بكده، سواء كان بركات او بوتيكا او اي حد. اهم حاجه بننشا اللاعبين بالحس الخططي، الحس الخططي اللي مش موجود دلوقتي. الحس الخططي ضعيف لسه جدا في مصر. فالمدربين في قطاع الناشئين لازم يبتدوا يبنوا اللعيبه الجداد الحديثه، اللعيب الحديث في مصر. وده اللي بنقله لمدربين في وادي دجله، وده اللي المفروض يتعمل في مصر في رايي. اكيد اكيد كل الكلام اللي بتكلمه حضرتك صحيح، وبنشوفه طبعا في الدوريات الاوروبيه. زي ما حضرتك بتقول الجون لازم دلوقتي تشوف جوارديولا مثلا الحارس لازم يلعب، لو هو مين حتى لازم يلعب برجليه عشان يساعد الفريق. اكيد حاجات صحيه جدا، لكن للاسف لسه فعلا بعيد عنها شويه. لكن عايز اسال حضرتك سؤال في شخصيه مستر مانويل جوزيه. شخصيتك ساعدتك بنسبه كام في نجاح حضرتك في مسيرتك الكرويه عموما غير فنيات؟ Eu acho que cada treinador tem uma personalidade própria enquanto treinador.
فشايف ان كل مدرب ليه شخصيته الخاصه بيه، زي ما اتكلمت من شويه عن الشخصيه الانسانيه والشخصيه الاحترافيه. انا شايف ان درجه التطلب من في الشغل من اللاعبين اللي معايا ساعدت كتير في النجاح اللي حصلت عليه هنا كمدرب واللي حصلت عليه في البرتغال كمان. بس مشكلتي كانت دايما مع الادارات ومع الصحفيين. صراحتي وطريقتي في اني اقول اللي بفكر فيه واللي بحس بيه دايما كان بتخلق عواقب، عقبات. فانا ما كنت ما بحبش الكذبه، ما بحبش حد يتدخل في شغلي. عمري ما سبت اي رئيس نادي يتدخل في شغلي. فلو تعاقدوا معايا انا اعرف كرة اكتر منهم كرؤساء انديه، انما لو كده ما كان هم يشتغلوا كمدربين كوره رؤساء الانديه. ومشكلتي مع الصحافه ان كنت بقول حاجه كان يكتبوا حاجه ثانيه. فمن ساعه ما جيت وادي دجله عملوا اربع حديث صحفيه معايا، انا مش عارف هم مين الصحفيين، عمري ما اتكلمت معاهم. Nunca disse uma palavra. عمري ما قلت ولا كلمة. Por isso agora se vejo um jornalista tirar uma fotografia que me diga. فدلوقتي بيجي صحفي يتصور معايا اساله انت صحفي يقول لي ايوه، فاقول له لا ما تصورش معايا، لانه بيصور الصوره ويعمل عليها حديث صحفي كامل. الناس اللي هتقرا الحديث الصحفي بتاع مانويل جوزيه هيقولوا مانويل جوزيه قال الكلام ده. انا ما قلتش حاجه لان انا ما عملتش اساسا حديث صحفي معاه، انا بس بدي حديث صحفي للتلفزيون، بدي انترفيو اكتر كمان للتلفزيون، والتلفزيون اللي يدفع لي كمان اللي ما يدفعليش. انما لو مع اصدقائي زي كاتميت زي التانيين اللي اشتغلت معاهم واللي بحبهم، دول ما بدورش معاهم على اي مكاسب، فبجي لهم على اساس الحب معاهم. انما التلفزيونات الثانيه لازم بيعملوا فلوس على اساس صورتي، فلازم يدفعوا. ففي التلفزيون انا مسؤول عن اللي بقوله. لو شفتوا اي حديث ليا في الصحافه ده ما حصلش، ان انا ما بديش حديث للصحافه. اكيد يعني انا النهارده فالنوع ده من الشخصيات na imprensa e nos dirigentes não fazem. في الصحافه وفي الادارات ما بياخدش صداقات. اهم حاجه بالنسبه لي هي اللاعبين. مع اللاعبين عملت صداقه في كل حته رحتها. ودايما كنت بتطلب منهم في الشغل زي ما كنت دايما. نفس درجه التطلب. لان ما بيني وبين نفسي بتطلب من نفسي في الشغل وبضغط على نفسي اكتر ما بضغط على اللعيبه. فأنا شايف إن هو ده السبب، ومع الخبرة في السنين اللي اتعلمتها على مدار السنين. ابتديت أكون مدرب في البرتغال من 1975. ما كانش كان في مشكلة عندنا في الدكتاتورية، فكان في صعوبة في الكورة هناك ساعتها، وكان في أسبانيا وإيطاليا، كان بجيب من عندهم الكتب عشان أدرس منها. فكونت اتعلمت التدريب كده، وبعدين تأقلمت على حقيقتي البرتغاليه وكملت على اساسها. اكيد يعني انا لما حد يسالني اتعاملت مع مستر مانويل جوزيه، اقول لهم مستر مانويل جوزيه شخصيه عظيمه جدا، كانت سبب كبير قوي في نجاحه. يعني بصرف النظر عن الفنيات، طبعا كلنا عارفين فنيات مثلا مانويل جوزيه، لكن انا اعتقد انا كتجربه شخصيه عشتها مع حضرتك، شفتك ازاي بتتعامل معايا انا شخصيا، بتعامل مع اللعيبه، بتعامل مع نجوم، بتعامل مع صحافه، بتعامل مع اعلام، بتعامل مع مدربين، بتعامل مع قنوات فضائيه ايا كانت اسمها ايه، كبيره صغيره، شايف ان الشخصيه بتاعت مثلا مانويل جوزيه ما شفتهاش كتير في حياتي. عشان كده دايما بقول الشخصيه بتاعت المدرب هي اللي بتنجحه قبل فنياته. ما اعرفش حضرتك تتفق معايا في الموضوع ده ولا تختلف. Eu tenho, como é evidente, eu tenho que criar. Consegue traduzir a empatia? Não? Tenho que criar uma relação com o jogador. لازم اخلق علاقه ود مع اللاعبين بالتقرب وفي نفس الوقت بالتطلب بس بثقه كبيره اهم حاجه. E foi isso que procurei fazer. وده اللي حاولت اعمله فعلا. E defender os meus jogadores contra todos. ودافع عن لعيبتي قدام اي حاجه. قدام اي حد في كل الانديه اللي رحت فيها. اللعيب اللي كان عنده مشكله سواء مع الصحافه او مع الاداره او اي مشكله خارجيه او مشكله شخصيه كنت دايما بحميه. Estive sempre a apoiá-los, كنت دايما بساندو، كنت دايما بساعده، فدايما في اي موقف عارفين ان في المخدر اللي يقدروا يسندوا عليها هي
مانويل جوزيه. ده في طول الفتره اللي كنت فيها كمدرب 20 سنه وكنت قبل كده كلاعب، فما انساش انا كنت لعيب قبل كده، فدايما العلاقه ديت بين بالتقارب من اللعيبه كانت بتقوي العلاقه جدا بينهم بيني وبينهم. ولما مدرب يثق في اللعيب واللعيب يثق في نفسه هيكون في ثقه كبيره جدا في المدرب، والعكس المدرب يكون عنده ثقه كبيره في اللاعب، وخصوصا لما يكون لاعبين كويسين في كل الانديه اللي مرنت فيها كانوا دايما لاعبين كويسين، فالنجاح بيجي بالطبيعه لان الناس بتحس بالعلاقه اللي موجوده بين الجهاز الفني والمدرب ولاعبيه وبيفهموا ان دوت هو ده فعلا اللي بيساعد على النجاح. اكيد هو سيكريت نيو، مش سر خالص، ليميتي ما سيريو بروبري، وده هو ده العوامل النجاح. دلوقتي انا هبقى 72 سنه اوكي ابريل، في ابريل كي كونتينو ميم بيرسون، وبرضه مكمل على نفس الشخص، ستيل يانج جا نون ترينو فاسو 50 كيلومتر بور سمانا، بجري 50 كيلو في الاسبوع في الجيم، بورتانتو عند ما جوينت بين، فانا بتحمل كويس. ستيل يانج ها عند جوفن ويستر مين رامسيس ذا سيكوند. طالما دخلنا في موضوع السن، اعتزلت التدريب ليه؟ انفليجمنت بور، مع الاسف بسبب مشاكل عند زوجتي، كي ادوانسا ادوانسا دو ادوانسا مودرن ادوانسا دو سيكلو، هي المرض الحديث مرض القرن في خصوصا في القرن ده، 20% من البرتغاليين بيعانوا من الاكتئاب، ومراتي مع الاسف بقى لها 6 سنين في الجزء ده بتعاني من الاكتئاب، ما تقدرش تكون لوحدها، لازم اكون دايما معاها. ولاحظ ان احنا في السنه الجايه هنكمل 50 سنه متجوزين، عرفنا بعض من 54 سنة، فمراتي أهم بكتير جدا من إن أنا أكمل كمدرب. طبعا أنا أحس بالأسى إن أنا مش هكمل كمدرب، بس سبتها التدريب بسبب مشاكل زوجتي، لأن هي بالنسبة لي أهم من كل ده، فما فيش حاجة أقدر أعملها. دلوقتي أنا المستشار الفني لوادي دجلة، هو بريزنت بالنسبه لي استا مع aquelas crianças، وشرف لي ان اكون موجود مع الاولاد الصغيرين، دايما بكون في الموجود في الملعب بشوف التمرينات، وانا حاسس ان انا عايز ارجع تاني للتدريب، بس انا شايف ان بالنسبه لي كمدرب الامور انتهت. 1969 يس نو ميزم نفس اليوم الارمسترونج حط رجله في القمر، اوكي أنا اتجوزت يوم 20 يوليو 69. يعني أنا يا جماعة أنا عارف الإجابة بتاعت السؤال اللي سألته المستر مانويل جوزيه، لكن أنا حبيت إن هو يقول، لكن ما كنتش متوقع منه الصراحة دي، مش ما كنتش متوقع منه الصراحة الكاملة اللي هو بيتكلم بيها خصوصا على زوجته، يعني عشان بس أبين لكم الجانب الإنساني في هذا الرجل اللي بيظهر قوي قوي وبيظهر صعب قوي وبيظهر شخصية حادة جدا، هو حد تاني خالص غير اللي بيظهر قدامنا. انا عارفه شخصيا، لكن انا حبيته ان هو يوضح، هو وضح بصراحه باستفاضه، عشان كده بقول لكم ان الراجل ده حاجه يخوفك يرعبك، وفي نفس الوقت يكلمك كلمتين تحضنه وتبوسه وتقول له انا اسف، فحاجه شخصيه بقول لكم مش هتتكرر تاني. انا عندي الحس بتاعي، انا مش متدين، مراتي متدينه جدا، انا مش متدين، بس عندي الحس الاجتماعي عشان احس بمشاكل الناس، ودايما كل ما بقدر وكل ما حد يطلب مني وشايف ان بس محتاج اساعد انا بساعد الناس، فانا عندي السنس والحس بتاعي كإنسان، وكان عندي حس بتاعي كمدرب، فهم شخصيتين زي ما قلت،
كذا ترينادور تاني، كل مدرب عند موجود عنده وكل لعيب برضه المفروض يكون عنده. فعندي الحس الاجتماعي ده، وعندي الحس بتاعي ان بنشغل بمشاكل الاخرين، بمشغل بمشاكل الناس، فانا بالطريقه دي هو حاسس بكويس جدا كده. اكيد يعني قبل ما اروح لمستر مانويل جوزيه لعيب الكوره البرتغالي، اخر سؤال في الشخصيه، مستر مانويل جوزيه ديكتاتور ولا ديمقراطي؟ Quando eu tinha 4 anos e meio, لما كان عندي 4 سنين ونص، o meu pai, والدي era presidente do sindicato, كان رئيس نقابة dos conserveiros. E o que é que são os conserveiros? São aquelas latas de conserva de atum, de sardinha, الناس اللي بتعمل في المصانع اللي هي السردين والمصانع اللي منتجات الاسماك. E reivindicava que queria melhores condições salariais e melhores condições de trabalho para ele. وكان كان دايما بيدور يكون عنده ظروف ماليه احسن ليه وللناس اللي بتشتغل معاه في المصنع بتاعه، لان هو كان في النقابه. والدي اتحبس لما كان عندي 4 سنين ونص كحزب الشيوعي، ولكن هو ما كانش كده، لان كان في ديكتاتوريه في البرتغال. واخويا وعنده 10 سنين اضطر انه يشتغل وساب المدرسه، ومراتي برضه ووالدتي اضطرت انها تشتغل، وانا رحت اعيش مع عمتي. وكنت بشوف والدتي واخويا في نهايه الاسبوع بس. Portanto, comecei a ser politizado muito cedo. فأنا اتسيست بدري جدا. Logo como criança. وكطفل. E a minha consciência foi sempre uma consciência democrática. فالحس بتاعي كان دايما حس ديمقراطي. Portanto, vivi numa ditadura ainda. فعشت في ديكتاتورية. Isto foi em 1952. 52. Ok. Não, 1948. لا، من 48 أو 49. Mais tarde tivemos uma revolução. وبعد كده حصل في 75 ثورة. Vivi nessa na ditadura. فعشت طول فترة السنين دي عشت ديكتاتورية. No futebol nós ligamos pouco à política. كان في الكورة حتى كنا بنتكلم قليل جدا عن الحكومة وعن السياسة. Mas fui percebendo perfeitamente. بس فهمت كويس جدا. O que era um regime ditatorial que nós tínhamos. هو النظام الديكتاتوري اللي كان موجود وهي هي الديمقراطية. E quando se deu a revolução. ولما حصلت الثورة. Aí o povo todo. ساعتها الشعب كله اتحرر. Libertou-se dessa ditadura. من الديكتاتورية دي. E Portugal desde 75 até hoje é um país. وفي البرتغال من 75 لغاية النهاردة دولة ديمقراطية لأقصى حد. Sou um democrata naturalmente. وأنا ديمقراطي بنفس الطريقة. Porque aprendi muito cedo. لأن اتعلمت بدري جدا. Muito cedo com os problemas. Perdão, do meu pai. مشاكل والدي. A perceber que o que era a democracia e o que não era. في فهم الديمقراطية إيه هي وإيه اللي مش ديمقراطية. أكيد يعني حضرتك اديتني تعبير واسع عن الديمقراطية والديكتاتورية، لكن أثر النظامين على حياتك كشخص، على حياتك التدريبية، ده اللي أنا كنت أقصده. كنت ديكتاتور في بعض القرارات، كنت ديمقراطي في بعض القرارات، قرارات خدتها لنفسك كمستر مانويل جوزيه كنت شايف ان هي دي القرارات اللي هتنجحك انت شخصيا، لان انت الوحيد اللي كنت بتتسائل في الاخر، مفيش حد تاني، عشان كده كنت تحمل مسؤوليه قراراتك، فكنت بتاخد قرارات ديكتاتوريه ولا كنت بتشاور اللي حواليك؟ لما اي حد ياخد قرار a pensar no grupo, a pensar na equipa. ياخد قرار بيفكر في المجموعة اللي معاه، بيفكر في الفريق، ده اللي كنت بعمله. أنا كنت المسؤول. A responsabilidad se corresse mal era minha. المسؤولية لو كانت الأمور مشيت مش كويس كانت هتبقى مسؤوليتي أنا. ولو كانت مسؤولية الأمور مشيت كويس كانت هتبقى مسؤولية الإدارة واللاعبين، وبرضه مسؤوليتي أنا كمان طبعًا. فعشان كده لما كنت باخد قرار كنت بسمع رأي الجهاز الفني. بس دايمًا القرار النهائي قراري أنا. نفس الحكاية لما تدي نصيحة لصديق أو تدي نصيحة لحد تاني، بناخد النصيحة وإحنا بندي نصيحة لحد تاني وبنفتكر إن إحنا بنديله نصيحة كويسة، بس ممكن الشخص التاني هو اللي بيكرر إذا كان هيمشي وراء النصيحة أو هيشوف قرار تاني. وعشان كده كنت باخد القرارات اللي شايفها مناسبة أكتر للاعبين والفريق والفرق اللي مرنتها كلها. فدايما كان مسؤوليتي دايما
فمش طبعا okay. مش كل الامور okay. مشيت دايما بصوره كويسه، ولو مشيتش كويس تبقى مسؤوليتي دايما، فدايما كان في قرارات بناخدها ساعات كان بناخدها ما بتجيبش نتيجه، فنقول دي فكره دي ممتازه هتمشي كويس وبعدين ما بتمشيش كويس، بس لازم ناخد القرارات دي. اللي بيقود القائد لازم يكون مسؤول، القائد الاساسي في انك القائد لمجموعه شغل أو أي مجموعة تانية تدير بالاتفاق مع الكلام اللي بتقوله. أكيد أو تنفذ بالاتفاق مع الكلام اللي بتقوله، ما ينفعش تقول حاجة وتعمل حاجة تانية. أكيد دايما كان بعمل كده. أكيد كنت بقوله كنت بعمله. ما سلوكي مع اللاعبين كان كلهم متساويين بينهم وبين بعض، بس كان كل واحد دي شخصيته مختلفه عن الثاني، فعلى اساس كده كنت بتصرف مع كل واحد، بس المسؤول كنت انا، وعمري ما سبت حد يتدخل. ساعات كنت بضطر اخد قرارات، ساعات كنت بتصل باصدقائي بره الكوره اخد رايهم، بس دايما القرار بيبقى قراري انا. ساعات كنت باخد نصايح، كنت باخد نصايح كويسه بس ما كنتش بمشي وراها، بس الحاجات ما كانتش الامور تمشي كويس ساعتها، بس انا برضو عامه اللي بيقود لازم ياخد القرار سواء الكويس او الوحش. اكيد اكيد اكيد. هرجع تاني لمساله التدين، لان حضرتك دايما بتقول انا مش متدين، لكن حضرتك بتعمل كل حاجه بيعملها كل واحد متدين. هو المتدين مش شكل، متدين جوهر وباطن، فانا شايف ان بتعمل كل حاجه بيعملها احسن حد متدين، مش لازم المظهر ابقى متدين، لكن الجوهر انا شايف كل حاجه، شايف معامله، شايف تبرعات سواء ظاهريه او سريه، شايف خلق جيد جدا، شايف كل حاجه بصراحه. مقياس التدين عندك لازم اعرف. تعليم مسيحي لما كان عندي 8 او 9 سنين او 10 سنين كنت بروح دايما الكنيسه، وكان اجباري علينا الكنيسه. بالنسبه لي دي كانت تضحيه ان اروح هناك، لان والدتي كانت هي متدينه ووالدي ما كانش متدين، انا كنت بروح هناك عشان العب بس. بس فوق كل حاجة أنا شايف الكلام عن الأديان ما المفروض ما نتكلمش عنه، لازم نحترم الاعتقادات الدينية لكل واحد، الإيمان بتاع كل واحد، ونحترم الناس اللي ما عندهاش إيمان أو ما عندهاش معتقدات دينية زي حالتي. بس اهم حاجه يكون في الحس الاجتماعي والحس بالكويس وبالوحش، واحس ان لما بعمل حاجات كويسه وامتى بضر غيري، ولازم احس بالحاجات دي. فديني هو ضميري. اكيد اكيد. عشان كده انا بوضح للناس ان هو تدين مش بالشكل ومش بالصوره، تدين بالافعال والاقوال. استاذنك نطلع لفاصل نشوف فيه تقرير بالصوت عن حياتك كلاعب كرة. اوكي يلا بينا. ما بين عينيك ومبسمك حكايات، حكايات دلالها من غرام، أساطيرها من إنس، خيالها من هيام، وللراء مع الحب سر مستتر، فلا حب إلا وفيه رحمة رقي، لكن لحب جماهير النادي الأهلي له سر تاني مع الميم والجيم، وليه لأ؟ ومعشوقهم الأول هو مانويل جوزيه، البرتغالي اللي خطف قلوب الجماهير الحمراء. الخواجة البرتغالي اللي ما كانش مدرب عادي طوال فترة مسيرته مع القلعة الحمراء، البعض لقبه في كثير من الأحيان برجل البطولات، في إشارة إلى سجله التدريبي المدجج بالألقاب المختلفة على المستوى المحلي والإفريقي مع النادي الأهلي، وده ما كانش من فراغ، ده حتى في أحلك الظروف. 20 بطولة، لم يكن هذا الرقم هو بطولات النادي الأهلي،
لكن عدد البطولات اللي نجح الساحر البرتغالي في الحصول عليها طوال فترة مسيرته التدريبية. مانويل جوزي ولد في 9 إبريل عام 1946 في مدينة سانت أنطونيو البرتغالية. حصل على أعلى تكريم لمواطن برتغالي في مصر حين منحه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وسام الرياضة المصرية من الدرجة الأولى عام 2006، وذلك عقب قيادته للأهلي لحصد برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. بدأ جوزي مشواره مع ساحرة المستديرة عام 1962 في نادي بنفيكا وهو في سن 16 عاما، ثم انتقل لصفوف نادي بيلينسيبس ومنه إلى فانزي. حقق جوزي مع بنفيكا لقب الدوري البرتغالي مع الأسطورة إيزيبيو، كما شارك مع منتخب الشباب البرتغالي في بطولة أوروبا للناشئين عام 63 بعد عام واحد من تصعيده للفريق الأول بالنادي البرتغالي. حصد مع المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث. استهل جوزي مشواره التدريبي عام 1987 مع إسبانيو البرتغالي وتأهل به من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. حقق المركز السابع مع الفريق في موسمه الأول بالدوري البرتغالي كأفضل إنجاز في تاريخ النادي على الإطلاق. بعد إنجازه مع إسبانيو تولى جوزي تدريب نادي جومارش وقاد الفريق للمركز الرابع والتأهل لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي، ثم تولى تدريب نادي بوتومنتيري وقاده للمركز الخامس وتأهل معه أيضا لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 85-84. في عام 1987 تولى جوزي تدريب سبورتينغ لشبونة وقاده للمركز الثالث في الدوري البرتغالي، وصعد معه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. قاد جوزي الأهلي في 3 ولايات من 2001 وحتى 2002، من 2003 وحتى 2009، من 2011 وحتى عام 2012. تولى الساحر البرتغالي الإدارة الفنية لكل من منتخب أنغولا واتحاد جدة وبيرسبوليس الإيراني. جوزي اسم سيظل في ذاكرة عشاق القلعة الحمراء بعد مسيرة مدججة بالإنجازات القارية والمحلية والعالمية. هو حقا تاجر السعادة لعشاق الأحمر في الألفية الحديثة، ولأنها قناة الأهلي حرصنا على تكريمه بعد إعلانه اعتزال عالم التدريب. لسه مستمرين معاكم مع الأسطورة ومعشوق قلوب الأهلوية كلهم، الساحر العبقري زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، مستر مانويل جوزي. أهلا بيك مرة تانية. الشرف لي أن أكون معاك فعلا. وقت طويل ما قعدتش معاك، ودايما زي ما بقول انت كشكلك ممثل سينمائي. I look like you. Okay. It's my pleasure. انا فشرف لي ان اكون موجود هنا. وده من قلبي الكلام ده. ده من قلبي ان انا اتشرف بيك. انا قلت قبل ما حضرتك تيجي ان انا لو قعدت اتكلم عليك سنين طويله مش هكفيك حقك ومش هقدر اعبر عن اللي جوايا ليك. دي حقيقه بالنسبه لي انا شخصيا، فانا مش عايز ادخل انا في الحوار شخصيا لان انا ممكن اقعد اتكلم عليك طول الحلقه لان اتعلمت منك حاجات كتير. بصرف النظر بقى انت ما كنتش بتلعبني كمان. انا جوه لا ده لعبت ترى متي في سرج قال من اكيد، بس كان عامه صعب اللعب في فريق. اكيد. ضريبه النجاح بتاعت مانويل جوزي دفعتها ازاي؟ كوميك باجاي اتاشا دو سوسيس او تيبو كيرز ازاي كوم اسو Thank you.
Não, eu acho que qualquer treinador trabalha para ter sucesso, como qualquer jogador trabalha para ter sucesso. ان كل مدرب بيشتغل عشان ينجح وكل لاعب يكون بيلعب عشان يكون عنده النجاح وبريسو انا شايف الثمن النجاح او ضريبه النجاح تورنارموس سوليتاريو ان احنا بنكون كنا زي مضحيين نوش كريموس تورنارموس سوليتاريوس سيم بودرم ستامس سيم روديات جنت على نوصا فولتا وكنا بنضحيين بان احنا كنا وحيدين بالرغم من كل الناس حوالينا كل الناس عايزه تسلم علينا كير تيرا فوتوغرافيز تودا جنت كير فالا كونيغو كل الناس عايزه تتكلم معايا ان بورتوغال اس بيسوس كونياس في البرتغال الناس عارفين هو ميزما كويزا ما زي بارسيدو ايستو بارسنت كناو كريا سوليداو فدوت بيخلق زي نوع من الوحده porque eu quero estar também tranquilo só não é que eu quero estar lohadi ou hadi foi um matam ou um rote ou aí haja e estamos ali tranquilos a conversar mas não vem com nadin hadin daima brincamos mas daima biga hada azia com sura porque são muito mais do que em Portugal nós somos só 9 milhões e pouco فاحنا هنا في مصر ناس اكثر كتير من اللي احنا في البرتغال 9 مليون وشويه e nunca conseguimos estar sozinhos فمن درش ابدا نكون لوحدنا curiosamente isto cria solidão فده في حاجه فضول ان بالرغم من كده حاسين بالوحده برضه ده ser figura pública porque eu gosto de ter انا عامه الجزء بتاع ان اكون شخصيه عامه ديت انا بحبوش قوي انا بحب او بعد شغلي ان اكون كمواطن عادي اعيش حياتي بهدوء فده ده الثمن ان احنا اي مكان بنروحه احب اكون قاعد هادي ما حدش عارفني واعيش حياتي اعيش حياتي عادي كاي مواطن تاني هاو كوم مستحيل هي دي ده الثمن يس Esse é o preço. E o cuidado que temos que dizer. Que temos que ter, aliás, perdão. O cuidado que temos que ter. Porque às vezes modificam aquilo que dissemos, desvirtuam aquilo que. لأن في ناس ساعات بتغير الكلام بتاعنا أو بتحرفه. E isso cria problemas. وده بيخلق مشاكل. E há sempre muita gente interessada também. وفي ناس كتير مهتمة. Em criar problemas. برضو إنها تخلق مشاكل. E portanto, esse é o preço da. فده تمن ده تمن الشهرة. أكيد. Tem que ser pago. أكيد. فده لازم يدفع طبعا. أكيد. أكيد. يعني ارجع بحضرتك شويه لورا وحضرتك لاعب كوره اكيد في موقف بيفضل معلق في حياه لعيب الكوره قبل ما يبقى في موقف معلق في حياة حضرتك كمدرب كبير كده como jogador what já foi há 5 séculos atrás ده الكلام ده من خمس قرون فاتت curiosamente há uma situação eu vi موقف quando eu no ano que eu deixei de jogar في السنة اللي بطلت فيها اللعب وابتديت كمدرب بس الموسم ده كنت مدرب ولاعب في نفس الوقت اوكي انا ما كنتش عايز اكون مدرب في سنه 75 كان بالتاثير من اخويا que é mais velho do que eu, 5 anos. Ele é maior que eu, 5 anos. 94. Ou 1,94 cm, faz sentido, tem que ter um game. E ele só me dizia, tens de tirar o curso, tens de tirar o curso. Ele só me dizia, tens de tirar o curso, tens de tirar o curso, tens de tirar o curso. Mas enfim, tirei o curso. Vou arrastar o curso. E já no último ano em que joguei, o foi a terceira semana que eu estive? No Sporting Espinho, onde eu vivo há 40 anos. No Sporting Espinho, onde eu estive há 40 anos. O presidente... pediu para eu ser treinador jogador. Para isso nadie طلب مني ان اكون مدرب ولاعب في الدرجه الثانيه. Primeiro e terceiro divisão. فكان كنا بنلعب في الدرجه الاولى ونزلنا درجه ثانيه. بس انا كنت عايز اكون تريندور. بس انا قلت انا مش عايز اكون مدرب. لا تيش سي تريندور. قال لا لازم تكون مدرب. يا اوكي هو سيتاي فقبلت اكون مدرب مدرب لاعب. لا سي تريندور ديفيس. مدرب يكون مدرب حاجه صعبه. فكمان لاعب فصعب قوي. يو ورا كابتن ديكيبا تمباي. وكمان كابتن الفريق. فبطلت سي بريزيدنت. كان ناقص بس اكون رئيس النادي ويبقى كملت كل حاجه. كل حاجه. ارا جوادور ترينادور. لاعب ومدرب وكابتن فريق. او نونو جوجو دو كامبيونات دا سكوندا ديزان. والتاسع ماتش في الدوري الدرجه الثانيه في البرتغال. كنا بنلعب عشان نطلع ثاني للدرجه الاولى. او نونو جوجو. في التاسع ماتش. كان في امبي بنوتي ما انتينا هناك. E há 5 jogos que não ganhávamos. O Hamas Machado E jogámos
contra uma equipa. لعبنا ضد فريق اسمه ديسبورتيفو دي زافس. لعبت النهارده أول ماتش في نص نهائي كأس البرتغال. كنا متعادلين 0-0. الست دقايق على قبل نهاية المباراة. وفي فاول لصالحنا في دخل على الخط 18، أنا كنت بشوط كويس جدا الفاولات. فقلت لزميلي في الفريق كان اسمه فرناندو، هو توفى مع الأسف. قال له لو ما جبتش الجول مش هنكسب الماتش. كان يوم الأحد. في يوم الثلاثاء هيبقى في مدرب جديد لأن أنا هستقيل. قال لي ما تكونش مجنون، قال له أنت هتجيب الجول، أنت هتجيب الجول. وده حقيقي. لأن فعلا لما كنتش جبت الجول كان في نهاية الماتش كنت هستقيل. كل حاجة. وثالث يوم الثلاثاء كنت هبقى بس كابتن الفريق، مش كنتش هكون مدرب. ماركي الجول. جبت الجول. ديبوش تيفانوس. 18 jogos sem perder. بعد كده كان عندنا 18 ماتش من غير هزيمه. يا 6 جورنادز دو فين. وخامس خامس ماتشات قبل قبل نهايه الدوري طلعنا درجه اولى. كان الجون ده كان الجون دوت هو اللي كمل عليا كملني ان اكون مدرب لغايه دلوقتي، لان ساعتها كنت استقيل وما كنتش هكمل كمدرب، فكان هو ده اللي حدد حياتي كمدرب. لان غير كل حاجه، كسبنا الماتش ده وابتدينا نكسب كل الناس بعد كده. ولازم تشكر اخوك الكبير. المفروض يشكرني انا اللي جبت الجون. يعني مستر مانويل، الجماهير دايما بتحب المدرب اللي بيجيب بطولات. نادر قوي لما الجماهير تحب المدرب اللي يجيب بطولات وتحبه هو كشخص، وده حصل معاك. ونادر قوي لما بيحصل حتى في جماهير العالم كلها. يعني في جماهير جوارديولا مدرب عظيم جدا، مورينيو مدرب عظيم جدا، لكن يقول لك مدرب بطولات، لكن انا بختلف معاك كشخص ان انا احبه او ما احبوش. لكن كان في اجماع واقناع واقناع من كل الجماهير الاهلاويه بحبهم لمانويل جوزيه. ترجمت ده ازاي؟ انا مرنت مرتين مثلا سبورتنج لشبوه وطرنت بنفيكا، ما اخدتش بطوله دوري ولا في نادي ولا في نادي ولا ده ولا ده، والناس برضو مكمله بتحبني. فدي متهيألي ممكن تكون دي صراحتي في قول في اني بقول الحاجات دايما، ان اكون امين مع الناس ودايما مسؤول عن كلامي. ما بهربش منه. هي دي صراحتي. ساعات ما بتكونش كويسه بس الناس بتحبها. ودايما شغلي الشاغل هو ان احنا لازم نلعب كوره كويسه. احنا ما بنلعبش لاداره النادي، احنا ما بنلعبش للصحافه، احنا بنلعب للجماهير. معركتي دايما كانت لصالح الجماهير، احنا لازم نكسب بطولات عشان الجماهير. الناس اللي بتدفع التذاكر، ناس كتير عندها صعوبات كتيره في حياتها بتدفع عشان تكون اعضاء في النادي. اوكي. عشان تحضر الماتشات. واللي عايزه يشوفوا ايه؟ كوره وحشه؟ في نادي كبير؟ لا ما ينفعش. احنا لازم نروح في نادي كبير نشوف الكوره، لازم يكون برضه متعه حتى لما بنخسر ان احنا لعبنا كويس. E portanto a agressividade dos adeptos não é tanta, porque nós continuamos a tentar. الجماهير ما بقاش كتير لان احنا بنلعب كره قدم كويسه، فالعلاقه اللي اتخلقت بيني وبين الجماهير فتخلتهم بيحبوني. طبيعي مش بحب الناس، كل الناس بتحبني، وطبيعي انا برضو مش بحب كل الناس. فدايما الاحترام اللي كان عندي للجماهير، لان الجماهير هم اللي بتعمل الانديه، هم الاساس في الانديه. فبحترم عليهم، بحترم الود ده من ناحيتهم. فكل الاحترام دوت هو اللي خلق العلاقه دي مع الجماهير. اكيد. يعني برضو السؤال برضو لحضرتك، سؤال انا بالنسبه لي مهم جدا. كمهتم للاهلي ولا كحبيب للاهلي؟ حبيت الاهلي. يس حبيت الاهلي كمنتمي للاهلي ولا كمحب للاهلي؟ أنا تعودت على حب الأهلي. في الثمان سنين اللي مرضت فيهم النادي. طلعت ثلاث مرات ورجعت ثلاث مرات.
ودايما كانت الامور تمشي كويس. في ثلاث مرات طلعت ورجعت وبنيت ثلاث فرق. انا ومساعدين بتوعي طبعا. بنينا ثلاث فرق وكان عندنا دايما نجاح. وعشان كده اتعودت على حب الاهلي. الناس في مصر للزمالك او لاي نادي بيعاملوني كويس جدا وبيحبوني. المره الوحيده اللي دخلت فيها نادي الزمالك كان قريب وعاملوني كاني كنت هنا في الاهلي. معايا لعبنا 23 مره ضد الزمالك، تعادلنا 3 خسرنا مرتين وكسبنا 18. وجت 6-1 المشهوره طبعا. عمري ما قلت كلمه. كلمه واحده. ضد اي حد في الزمالك. ما قلتش ولا كلمه وحشه عن الزمالك، بالعكس. اكيد. دايما كنت بتكلم كويس عن الزمالك، عن مدربينه، وعشان كده احترمت الزمالك لأقصى درجة، الزمالك والإسماعيلي والفرق التانية. عمري ما كان عندي أي مشكلة أو كلمة مش كويسة مع الفرق الخصم. رأيي هو ده اللي بيخلق العلاقة دي. ودي من سمات شخصيتك الجميلة حبك للناس، واكيد كل الناس بتحبك. مين بيتصل بيك في عيد ميلادك وبيغني لك على طول؟ أنا بطلب منه دلوقتي إنه ما يتصلوش بيا وما يغنوليش، لأن أصحابي كلهم كبار في السن، فمش عايزهم، وأنا كمان كبرت في السن، مش عايز يفكروني إن أنا بكبر في السن. كابتن أحمد ناجي صوته حلو. أنا المفروض كنت أتولد 29 فبراير، يوم 29 فبراير. أوكي. لأن اتولد 29 فبراير بيحتفل بعيد ميلاده بس كل 4 سنين. ريلي؟ Yes. So, de 4 em 4 كل 4 سنين بيجي يوم 29 فبراير. 29 يوم. السنة دي 28 يوم بس. فكل 4 سنين احتفل، فلسه كأني طفل احتفل بأقل مرات في عيد ميلادي. في ناس كتير بتتصل بيا في عيد ميلادي عامة. أصدقائي والناس اللي أعرفهم. أنا وقت بقى يعني صوتك حلو ولا إيه؟ أنا بشوف إذا كان عنده شهيه الأكل ولا لأ. كابتن أحمد ناجي. السلام عليكم. مساء الفل يا كابتن. كابتن أحمد ناجي صانع الحراس العمالقة ومدرب حراس منتخب مصر، أهلا بيك كابتن منور الدنيا. أولا طبعا أنا بهنيك على الحلقة وبهني قناة النادي الأهلي على الحلقة العظيمة دي مع العظيم من دي اللي هو طبعا صاحب فضل عليا ومن الناس اللي في حياتي ليهم خلى حياتي فيها نور وفيها نجاحات كبيره جدا جدا جدا. طبعا يو نو هاو ماتش اي لايك يو يو ها؟ يا اي نو ذات. كابتن احمد هو ما شافش الفورمه الجديده. لا هو شاف. شاف؟ اوكي. فانا بقول له انت بس مجرد وجودك في مصر ده يعني اوكي اوكي ناجي. اي انفايت يو فور لانش. اي ونت سي. وجودك في مصر قد ايه انت يعني حبك لمصر وللمصريين وحبك للنادي الاهلي وحبك خلاك يعني بتضحي بكل حاجه وتيجي تقعد تعيش في مصر في وسطينا، واحنا فخورين بيك وفخورين بوجودك في وسطينا. شكرا حبيبي. اونلي؟ ها؟ اونلي؟ اونلي. يو انفايت هيم تو لانش؟ انفايت هيم.
Here, all the people know. I invite Ahmad Nagy to take a lunch or a dinner. هو عزمك على ال. Before you go to Switzerland to play against Portugal, okay? Why? Why? Yes. No, because if they win against Portugal, you're never gonna pay nothing. I'm sure. لازم تستغل العشوة دي الغدا ده يا كابتن. لا لا ميدو استنى دي واحدة. اتفضل. نو فيرس انا اي انفيت يو هوم وذ ذا سينيورا. ات واز ماي وايف شي نو ناو ذات ذا سينيورا ان كايرو سربريزا فور مي. فيرس اي انفيت يو هوم تو كوك فور ذا فاميلي فور اول يور فاميلي اند ماي فاميلي بيكوز ذا تو فاميلي ات تو ان وان. Okay, and my wife is with me now. She won't see you. Yes. Because this, I invite you home. امتى كابتن؟ Okay. امتى عشان نعرف؟ لا لا مالكش دعوة انت. It's up to you. جمعة عليا. كوان يركي زي روح. يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ طبعا مبسوط جدا بالصالة اللي هو فيها. ومبسوط بالشاب الجميل منو بديل قاعد قدامنا ده كان سنه 18 سنه ده ولا ايه؟ لسه طبعا لسه صغير طبعا لسه شباب وزي الفل. كابتن احمد ناجي كابتن احمد شكرا جدا يا كابتن على المداخله الجميله دي وانا عارف طبعا علاقتك بمستر منو الجوزيه وكل سنه وحضرتك طيب عيد ميلاده بكره هيز بيرث داي تومورو. Yes. Nagy, my wife told me that your birthday was today. You forget, okay. I forgot, imagine. I never forget nine. I won't see when you at my age. Okay. But every 9 April, I call you anywhere. وبتغني له كمان. Yes. But me, if my wife not advise me, I forget. And she told me this morning, I think Nagy do the birthday is today. Okay, we must call him. And after that, okay. Alas. I'm sorry. But tomorrow I call you. Tomorrow 7 o'clock in the morning I call you. Okay, mister. But my birthday in my home, we invite the families and we spend. Very nice time together, inshallah. Tomorrow? After tomorrow. After tomorrow. Friday. Okay. Okay, Habib. Okay. I wait you, Okay, I don't know where you live now. You must send me a car or something like that. Okay. I will come to pick you. Okay. اوكي حبيبي كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن احمد ودايما كده بتمتعنا ودايما بتنمي مواهب الحراس المرمى وان شاء الله موفقين في كل ما هو قادم ان شاء الله يا حبيبي شكرا جدا ليك كابتن احمد شكرا يا لون جراند ترينادور نورمالمنت توش جراند ترينادورز تين سيس مرمى ودايما المدربين الكبار بيكون عندهم نجاح فاكيد كابتن ناجي هيبقى عنده نجاح ان شاء الله يعني الحظ والتوفيق لعب معاك دور في حياتك؟ نو لا يا نهار كرديت نصار انا ما بؤمنش بالحظ امال لو كان لعب معاك دور كنت هتعمل ايه؟ كنا هناخد كل حاجه بطولات فيامينيا كواليداد انكو انترينادور فيامينيا كواليداد انكو انترينادور دي كمدرب A minha sensibilidade para o jogo. O que achei do match? Aquilo que eu aprendi para ser treinador. O que aprendi para ser treinador? Yes. Como já disse, que não havia um livro em Portugal, eu todos os dias para fora. Zé, uma última, que a gente viu o livro em Portugal, para ser treinador, para ser treinador, para ser treinador, para فكنت بروح اشتري الكتب. في البرتغال استافا افرنت زوتو. في الموسم ده في البرتغال كنت متقدم عن الناس التانيين. فكستافا مويت ماس انفورمال. لان انا كان عندي معلومات اكتر بكتير. كان عندي معرفه اكتر عن الناس. اي فوي ايستو فوي برودوتو دو ميو ترابال. فده كان العامل في شغلي. وشغل اللعيبه اللي معايا وشغل المساعدين اللي معايا. والادارات اللي اشتغلت معاها اللي جابت لي اللعيبه اللي عايزهم عشان اشكل فرق كويسه تقدر تكسب البطولات. وعشان كده انا شايف عشان تاخد يبقى عندك حظ محتاج شغل كتير شغل كتير وموهبه كتير فمن الشروط الاساسيه عشان تكون مدرب كويس تعرف تختار اللاعبين
تختار لاعبين ليهم خصائص para montar um sistema de jogo تعمل عليها السيستم اللعب اللي بيحبه المدرب ويحس بارتياح اكتر في المدرب بيحس بهويته اكتر فيه eu tive essa possibilidade sempre وكان عندي الامكانيه دايما ان كنت بعرف اختار اللاعبين اوكي e soube escolher sempre os jogadores para jogar da forma دايما كنت بعرف اختار لاعبين بيلعبوا بالطريقه اللي انا عايزها مش دايما طبعا كنت بيبقى عندي النجاح mas لكن السوسيس تي انفير com conhecimento النجاح ده ليه علاقه بالمعرفه بموهبه المدرب بموهبه اللاعبين الحظ ساعات بتيجي في ناحيه او في ناحيه ثانيه بس انا ما بؤمنش بحكايه الحظ دي فشايف اللي عنده الامكانيه واللي عنده الموهبه طبيعي يبقى عنده حظ اكتر من الناس الثانيين اكيد اكيد ده اللي بقصده معاك مليون في الميه زائد الشخصيه القويه جدا الشخصيه مش في اي حد الشخصيه التي لا تكتسب اللي هي شخصيته ليدر ده ما كانش سامي ناتا اوكي دي حاجه بالفطره اكيد اتولدت بيها اكيد نينجيه ليدر بوركر ما فيش حد بيكتسب القياده في قائد كويس وفي قائد سيء اكيد ليدر مال القائد السيء اكيد سريود ريون الرودية الجنت كنون بريستا ده بيبقى حواليه ناس مش كويسين إيكي أبافا سوتر سوز وش ديتادور شمسين وبيهبط الناس اللي حواليه الدكتاتورين بيبقوا كونوا كده والقائد الكويس أو ليدر ديمقراطي بيبقى قائد ديمقراطي بس طبيعي طبعا لازم ياخد قرارات ساعات تكون قرارات شديده بس اهم حاجه يكون ياخد قرارات عادله اوكي يصير جوست مش ويكون عادل في تصرفاته هي كابا بور ناتورالمنت سير اسيت وطبيعي بيلوس جروبس هيتم قبوله عن طريق المجموعه اللي حواليه فده الفرق بين القائد الكويس والقائد السيء القائد الكويس مبني على اساس القيم الانسانيه فهو على اساس كده بيتم احترامه من كل الناس اللي بتعامل معاه اكيد دي فكرتي عن القياده اكيد اكيد تحسب خطواتك Se eu conto os passos. Às vezes quando bebo uns copos tenho que comprar, tenho que contar os passos, senão desisto. ساعات بحسب خطواتي عشان ما فقدش التوازن بتاعي. لا عمري ما عمري لا ما حسبت خطواتي لا. Nem olho onde ponho os pés. ولا حتى ببص على رجلي. Tenho convicções fortes. دايما عندي. دايما عندي. Quando tomo uma decisão. لما باخد قرارات. Sei quais são os riscos. عارف ايه هي مجازفتها. يسوم الريسك وبتحمل المجازفه ديت ساعات بحط رجلي في موضع غلط بس الحقيقه كده هفضل فخور بهذا الرجل اللي بالنسبه لي رجل عظيم جدا هفضل فخور بيه وانا لعيب كوره بطلت كوره وانا دلوقتي قاعد قدامه فخور جدا ان انا بقابل هذا الرجل الجميل جدا العظيم جدا نطلع استاذنك نطلع لفاصل نشوف عشق جمهور النادي الاهلي ليك نرجع على طول مانو جوزيه من احسن مدربين في الاهلي احسن مدرب مسك الاهلي خد مع الاهلي بطولات كتير من بطوله افريقيا لتالي كاس عالم للانديه مستر مانو جوزيه طبعا تاريخ كبير جدا للنادي الاهلي بصراحه فرح مصر باكملها ما خلاش حد زعلان ابدا وكان كل ماتش
كان ربنا موفقه، وطالع الحمد لله يعني برضو طالع من تحت ايده كابتن حسام البدري، يعني الناس دي كلها عشرته وعايشوا معاه وفرحوا مصر كلها وفرحونا. أسطورة النادي الأهلي اللي عشنا بطولات بفرحة كبيرة قوي 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 السنين اللي مضت ديت، ونتمنى يا رب ان احنا نشوفه دايما، بنبقى سعداء بلقائه دايما جوه النادي الاهلي في شرفه لينا. يعني يكفي ان انت من ضمن المدربين اللي الجماهير كلها اتحفر اسمك في قلوبهم وفي عقولهم، يكفي ان انت الاجيال الجديده اللي ما شافتكش سمعت عنك تتمنى كانت تشوفك تاني في التدريب، وكانت تسمع اسمك تقول احنا عايزين نشوفه تاني في النادي. كل المدربين اقتدوا بطريقته في اللعب وتغير وجه الكوره المصريه، وبعدين أضاف لي كده، وكان هو السبب الرئيسي إن إحنا أخذنا بطولة أفريقيا، لأن كان قوام المنتخب بيشكلوا يعني 80% من لعيب النادي الأهلي اللي هم كانوا عايشين على طريقة مانويل جوزيه وأسلوبه في اللعب. أولا أنا بشكر كابتن مانويل جوزيه على الفترة اللي قضاها مع النادي الأهلي، حقق فيها إنجازات كتيرة سواء على الصعيد الأفريقي أو الصعيد المحلي. وصلنا لكأس العالم، خدنا معاه ثالث كأس عالم، خدنا معاه برونزية، إنجاز أول مرة يتحقق بالنسبة للوطن العربي كله. بشكره يعني، اتمنى يعني ان وكابتن حسام بدري واخد منه وتعلم منه حاجات كتير، وان شاء الله نتمنى من كابتن حسام بدري انه يوصلنا تاني كاس عالم ونحاول ناخد ميداليه تاني هناك ان شاء الله باذن الله. بقول له مستر مانويل بنرحب بيك ونقول لك شرفت نادي الاهلي. هو ربنا يخليك لينا، يعني عملت لي حاجات كتير، ربنا يخليك لينا، يعني جبينك ده فوق راسنا، فرحتنا وفرحت كل جماهير الاهلي. عايز اقول له والله انا بحبك جدا، احسن مدرب جه الاهلي على مستوى تاريخه، يعني افضل مدرب انجبته يعني بصراحه جه مسك النادي الاهلي. احنا بنرحب طبعا بالمدرب العظيم مانويل جوزيه، وطبعا ترحيبه لينا كنادي ليه احنا بنحبه طبعا كجمهور بنحبه. انا شايف ان هو من احسن المدربين اللي مسكوا الاهلي بجداره، يعني الراجل دخل النادي الاهلي اكتر من بطوله. اولا احب اسلم عليه واقول له منور القناه ومنور النادي الاهلي ومنور مصر كلها، يعني احنا بنشكرك على الفتره اللي قضيتها مع النادي الاهلي والحاجات اللي حققها مع النادي الاهلي. مدير فني عالمي واخد بال حضرتك، ومفيش بطوله بتتقارن عن الثانيه، لان هو كوتش بمعنى كلمه كوتش يعني، وفرح جماهير الاهلي كتير بل مصر بحالها يعني. لسه مستمرين معاكم، منورني ومشرفني ومنور الدنيا كلها، واكيد كل الاهلاويه مبسوطين جدا ان هو ما بيشوفوه مستر مانويل جوزيه المدرب الاسطوري التاريخي للنادي الاهلي. يعني راي الناس دول، الناس خدناهم من مئات او الوف كبيره جدا من الناس اللي كانت نفسها تسجل معانا، شايف كلامهم ايه؟ ايه اللي لفت نظرك في كلامهم؟ وانا هقول لك السؤال بعد كده. No, isto é, pronto, é outras vezes que eu tenho dado entrevistas, todos eles não se esqueceram, lembram-se, continuam a lembrar-se de mim. Até ainda não disse entrevistas muito, mas as pessoas ainda estão lembrando e não me esqueci. Eu vou fazer 72 anos no... فعندي حاجه ثانيه دلوقتي انا يعني انا اسف ان انا بقول لحضرتك كده، ما تقولش الناس مش فاكراك ولسه فاكراك، هتفضل حضرتك مش عشان حضرتك قاعد قدامي، دي حقائق، والتاريخ لما بيسطر كلام عمر في حد بيقدر ينساه يمحيه ولا يشيله. مانويل جوزيه اسطوره التدريب في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، اقنع كل الناس، الناس كلها حبته، فما تقولش ان الناس لسه فاكراك، الناس تفضل فاكراك لابعد ما تتخيل، دي حقيقه. مازال ما بديش اترمينار، بس هكمل كلامي. اتفضل. اللي كنت هقوله اكيو بروبريو، انا نفسي نو برسيب، ما مش فاهم. Okay, porque não são os adeptos do Al-Ahli só. مش بس جماهير الاهلي. São os adeptos do Zamalek. هو جماهير الزمالك زي ما قلت من شويه. Os adeptos de todos os clubes. جماهير كل الانديه في مصر. O povo egípcio. هو الشعب المصري. Que tem esta coisa que eu não percebo. اللي عنده الحاجه اللي انا مش فاهمها دي. Porque ultrapassou completamente o resultado esportivo. اللي تخطط تماما النتائج الرياضيه. Okay. Não é normal. طبيعي. مش طبيعي ان كل السلوك اللي جماهير الزمالك معايا يبقى ممتاز زي سلوك جماهير الاهلي، ده مش طبيعي. فعشان كده انا مش فاهم. في ظاهره معينه انا مش فاهمها. اوكي.
دي حاجه مرضيه جدا. بس انا مش فاهم بصراحه، انا مش فاهم. في تكه معينه اللي خلت اطفال اللي حاجه من 3 شهور حصلت تقريبا. انا كنت في اكاديميه وادي دجله في المعادي. وكنت واقف مع الدكتوره، وفي دايما دكتور بيبقى متواجد في كل فرع الاكاديميات، في دكتوره كانت موجوده في المعادي. كانت معاها ولد عنده 4 سنين. والدكتورة قالت لي إن هو الولد عايز يتكلم معايا، وكان في زي شبكة بيني وبينه، فعشان كده بقول الحكاية دي ظاهرة. فأنا رحت للولد قلت له أيوة. قال لي بالإنجليزي أنت البطل بتاعي. الله. You are my hero. ومشي. فانا دهت له. فقلت له لما بص لي انت البطل بتاعك سبايدر مان او سوبر مان، انما انا راجل كبير في السن. وبعد 10 15 دقيقه جه ولد اكبر شويه عن 6 سنين. قال لي مستر جوزيه. ايوه. تاني رحت له ايوه. انت اسطوره. عمري ما شافوني في حياتهم اصلا. عمرهم ما شافوني. اوكي. هم ما كانوش اتولدوا لما انا مشيت من مصر. يس. فعشان كده دي الظاهره. انا دلوقتي كبير في السن، هبقى عندي 72 سنه، انا مش صغير في السن. استيفن اون فورو لا جوفنتود. convidato per la presidenza della Repubblica Egizia. فانا كنت في المؤتمر الشباب، تم دعوتي من رئيس الجمهوريه لمده اسبوع، وكان هناك الامور ما كانش عندي ولا ثانيه اني اريح فيها. 3000 واحد. واضطريت ان امشي لان ما كنتش قادر اقعد ثانيه. من حب الناس ومن الحكاية دي تخطت كل حاجة. هي دي ظاهرة كبيرة جدا اتوجدت، دي انا مش فاهمها. فدوت اللي بيخلي الناس بتتعامل معايا بالطريقة دي. فدايما بحاول ان انا اكون دايما فعلا برضو لطيف مع الناس، وبتعامل معاهم كويس وبشكرهم، وعشان كده انا موجود في وادي دجله عشان اساعد الاطفال دول. فاحنا اتمنى ان المدربين اللي عندنا في وادي دجله، عندنا 110 مدربين، فبساعدهم ان هم يساعدوا الاطفال دي لخلق انسان جديد، راجل جديد ولاعب جديد. يعني في ناس احنا ما شفناهمش خالص، لكن احنا مقتنعين بيهم ومؤمنين بيهم وبنحبهم جدا من غير ما نشوفهم. انا هخلي مهندس الصفقات، المهندس الجميل، الراجل اللي كل ما بيكبر بحلاوه وبينضج، مهندس عدلي الكوعي، هو اللي يقول لحضرتك الناس كلها بتحبك ليه. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا ميدو، وتحياتي للشخصيه اللي هي شخصيه بعتبرها شخصيه فريده، يعني نظام لوحده كده. تحياتي لمستر مانويل اللي وحشنا جدا. مش حضرتك يا كابتن، ده شرف لي وانا نتكلم اسمع حضرتك. عارف ان حضرتك رجعت النادي تاني. مبروك، الف مبروك. احنا كلنا مشكلتنا نقطه ضعفنا النادي الاهلي، يعني اي وقت الاهلي هيقول لنا تعالوا بننسى زعلنا، بننسى اي حاجه وبنجري على طول، عشان هو النادي الاهلي ده السحر بتاعه. لكن انا عايز اتكلم عليك انت شويه بعد اذنك، اسمعني انا جاي اتكلم عليك. اتفضل يا باشمهندس. يعني مستر مانوجوسي مش مدرب كويس، مش كوتش كويس، مش هذا رجل مفكر، رجل فيلسوف، رجل صاحب رؤية، يعني
ابعد شويه من انه يكون مدرب كويس او كوتش كويس. الله عليك. هو يعني هقول لك حاجه، مستر مانو جوزيه، انا رجعت انا وابراهيم المنيسي اول مره من اليابان، وقعد ابراهيم المنيسي اشترى كده جهاز تسجيل وقعد عمل معاه حديث يجي 3 ساعات، وانا كنت قاعد بسمع الاسئله وبسمع الاجوبه. اكتشفت ان الراجل ده عشان يجي مصر وينجح قرى كتير. اكيد قرى كتير عن مصر. اكيد قرى الناس اللي هيشتغل معاهم دول مين. فده راجل معني معني ان فكره هو اللي اشتغل التفاصيل. اكيد على فكره الشغل مع مستر مانو جوزيه في منتهى الصعوبه، مش سهل. اكيد اكيد، لانه لا يقبل الا النجاح، لا يقبل انك تقول له انا ما قدرتش. بالظبط. يعني انا اتذكر المره الثانيه لما جه كنا اتفقنا على شويه لعيبه، فتح باب الاوضه عليا بعد شهر وهو كان ما يخشش نص داخله كده، يقول لي يا عدلي خلص لي اللعيبه. فقلت له بتاخد شويه وقت، فراح مكشر وقال لي مستر عدلي ام نوت كيدنج، انا ما جاتليش اللعيبه دي انا جاي انجح، انا هرجع بلدي. قلت له باذن الله هنجيبها لك، بس كمان احنا يعني احنا بنشتغل مع ناس صعبه انك انت تقنعها بسهوله، لكن اللعيبه اللي انت عايزها هتجيب. دي واحده. حادث ثاني اوري لك شخصيته، يعني على قدر ما كان هو قوي وحاسم ومتعب الا انه كان سلس جدا فانه يديك القرار وانت واقف. يعني انا مره جالي عمرو ورده كان عنده 17 18 سنه وكان بيلعب في نادي سبورتنج، وجايبه لي واحد صاحبه، صاحب والده يعني. الولد مش عايز يلعب كوره، عايز يفضل يلعب مع اصحابه، وهو قال لي ده انا مستخسر الموهبه بتاعته بتاع. فقلت له يا عمرو انت عايز ايه؟ قال لي اصلا انا لو لعبت كوره لازم اتمرن مع مستر مانو جوزيه بس. عشان نلعب كوره انا مش هاجي العب ناشئين ومش هاجي مش عارف ايه. قلت له يا ابني اتجننت. الكلام اللي تقوله ده. وبعدين قلت اتجنن ليه؟ طب بدل ما اتجنن قلت له استنى. ورحت داخل لمستر مانو جوزيه. قلت له والله انا جاي اكلمك في موضوع انا مش عارف انت هتستغرب ولا هتقدر، في لعيب عندي عنده 17 سنه موهوب جدا، بيقول انا مستعد اجي العب في النادي الاهلي وهو ما بيلعبش في حته. بس بشرط اتمرن مع مستر مانو جوزيه. ما اتمرنش غير مع مستر مانو جوزيه. قال لي اندهولي. فدخلت عمرو ورده مع مستر مانو جوزيه، فقال له انت قلت للعدلي كذا كذا؟ قال له اه. قال له انت قد الكلام ده؟ فقال له اه. قال له طب هنشوف وانت هتتمرن معايا. ايه رايك انه خد عمرو ورده واتمرن معاه، وبعد شهر كنا رايحين نلعب ماتش ودي في القادسيه في السعوديه، خدوا ولعبوا المباراه. راجل قراراته واضحه، ولما بيشوف أكيد حاجه مقتنع بيها أكيد ما فيش تردد عنده. اكيد. فكان بيريحني انا في التعاقدات، مش محتاجين ناخد وقت طويل ان احنا نركز على مين وما نركزش على مين. فالحقيقه انا اشتغلت مع شخصيه، راجل فيلسوف، راجل عنده مدرسه، راجل صب بصمه للكره المصريه. انا بقول الكره المصريه في 3 مدربين، ايدوكوتي وفايسا ومانو جوزيه، لكن هو دول اللي غيروا الكره المصريه، بس مستر مانو جوزيه اكثرهم نجاحا ووراء واكثرهم حبا. حد بعد كده حصلت يمكن على مستوى المنتخب المصري لفتره طويله. لانه ساب مدرسه وراه. انا يعني اول بحييك على انك انت عرفت تجيبه، واتمنى ان مستر مانو جوزيه يستمر عشقه لمصر لان هي بتبادله الحب، ويا رب يفضل علاقته بالنادي الاهلي علاقه خاصه، ومين عارف لان فكره ده نقدر نستعين بيه في تطوير قطاع عندنا، في تطوير زي ما قال لك الولاد الصغيرين اللي شايفينه ليجند واسطوره ومثل اعلى. كلنا نقدر ننقل طموحاتنا. على فكره الشغل والبناء في الاطفال اصعب واهم من الكبار، وانا مش عايز اكون طولت عليه اكتر. يا باشمهندس احنا نتشرف بيك وحضرتك نورت الدنيا كلها. طبيعي طبعا انا احب مصر طول ما في ناس بتتكلم عني زي ما حضرتك ما بتتكلم عني كده، اكيد احب مصر جدا. بيشكر حضرتك كابتن عدلي، انا مشكور جدا على كلماتك. والاهلي ومصر هم بيتي الثاني فعلا.
والكابتن عادل عارف ان انا بقول الكلام اللي انا اللي في بالي فعلا، انا ما بقولش حاجات عشان ارضي الناس وخلاص. لو شايف ان حاجه لا او لا، بس لا فعلا دي الحقيقه، انا فعلا حاسس ان فيتي اوكي. Durante alguns anos não entrei no clube. خلال سنين ما دخلتش فيها النادي. La forma como trataram, eu não fiz mal. بسبب الطريقة اللي تعاملت بيها، مع إني ما عملتش حد وحش. Então, afastei-me do clube. فتعبت شوية عن النادي. Agora, acho que voltei a casa. دلوقتي أنا حاسس إني رجعت بيتي. Por isso, aceitei a entrevista com o ميدو. علشان كده قبلت الحديث مع الكابتن ميدو، علشان النادي وعشان الكابتن ميدو. فأنا اللي تعاقدت معاك. Era quase a minha idade, já velhote. كنت تقريبا في سني، كنت خلاص كبير في السن ساعتها. بس كان سلوكك كويس، فعشان كده موجود هنا بشرف كبير ليا وفرحه كبيره، واشكرك يا كابتن عادلي على الكلمات. شكرا. ثانك يو. شكرا ليك يا باشمهندس عادلي، مهندس صفقات النادي الاهلي، راجل جميل جدا، كلام محترم جدا وكلام في محله. كل اللي بيقول كلام على مستر مانويل جوزيه بيقوله فعلا من قلبه، عشان كده هو مستر مهندس عادلي الكويعي قال في ثلاث مدربين جم، منهم مستر مانويل جوزيه اللي غير شكل الكوره واكثرهم حبا واقناعا، وده الاهم للجماهير الاهلاويه. يعني انا اللي اتشرف ان حضرتك اخترتني، وكمان انا هفكر حضرتك بحاجه، يعني حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا، بالنسبه ليك ممكن تكون ناسيها. انا جيت لما قلت هشتغل في التدريب، جيت اتعلم من حضرتك تاني. لما جيت اتفرجت على التدريب مانويل جوزيه بقى اللي هو المدرب، ان انا اشوفه انا كمدرب بالنسبه لي. كابتن قبل كده كابتن طارق العاشر، جيت اتعلم من حضرتك كتير جدا، ولسه طبعا كابتن طارق العاشر بيقول انا تلميذ مانويل جوزيه، وافتخر ان انا تلميذ مانويل جوزيه، واعتقد مدربين كتير جدا اتعلموا من حضرتك. انا لما جيت كنت بردان، كنت رايح بردان، كان الوقت كان فيه مطر وبرد، فانا كنت رايح مخفف. فمستر مانويل جوزيه قال لي انت ازاي جاي كده؟ فاتوله جاكيت. انا الجاكيت ده يا جماعه مش عايز اقول لكم، انا خدته من النادي بالعافيه. انا يعني لسه اول مره اقول الكلام ده واقول قدام حضرتك، خدت الجاكيت ده بالعافيه ومعلقه عندي في البيت، من الحاجات النادره جدا اللي انا قلت ان هو اهداها لي مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه قيمه كبيره جدا اللي اتعامل معاه واللي عرفه، زي ما المهندس عادل كوعي قال، واي حد اتعامل معاه يعرف قد ايه الراجل ده فعلا قيمه وقامه ومفكر فعلا، والراجل فيلسوف في كل حاجه. اوكي. مستر مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه وعماد متعب فلافيو، حريه او المساحه في الحريه اللي بتديها للعيب، هل هي بتبقى سبب نجاح اللعيب، ولا لازم اللعيب يحس ان عليه تعليمات وعليه قيود؟ كان حضرتك كنت متيقن من موهبه فلافيو، متيقن من عماد متعب. عماد متعب كان، انا عاشرت عماد متعب ويعني قعدت معاه وكنت معاكوا في التدريبات وفي النادي. متعب وفلافيو مساحه كبيره جدا، لكن منتجين. متعب مصاب بيرجع يلعب، فلافيو مصاب بيرجع يلعب، حتى لو في ناس بتمرن. ده قناعة من المدرب ان اللعيب ده هيكسبه، ولا كنت بتتعامل معاهم ازاي؟ هو كان الروتين اللي مخلوق ساعتها، ان كان اللاعبين ليهم خصائص مختلفة بس كانوا بيكملوا بعض. عماد متعب كان بيلعب اكتر على خطوط ال 18، وفلافيو كهداف كان عنده امكانيات مش طبيعيه في هداف، انه يعمل الباس ويخلي زميله ينفرد اللي هو الاسيست للجون. عاده راس الحربه زي في حالتك يا كابتن ميدو، بتستنوا حد ان بطريقه وبركات يديك الكوره عشان تجيب الجون. فلافيو كان بيعمل حاجتين، كان يجيب يحرز اهداف وكان بيعمل اسيست. كان بيعمل اسيست للاجوان، فهو من اللعيبه اللي كانوا بيكملوا بعض جدا. وكانوا بيلعبوا على طريقه اللعب. لما اشوف السنه اللي فاتت تشيلسي بيكسب الدوري الانجليزي بيلعبوا 3 4 3. وكانها حاجه ظاهره. انا لعبت 8 سنين في الاهلي 3 4 3. دي حقيقه. اوكي. كنا نلعب بثلاثة مدافعين. E portanto tinha dois pontas de lança. Porque andi tinha ras harba. E depois tinha o Butrika, tinha o Barakat. Porque andi a Butrika, o andi Barakat, o andi Gilberto, o Fathi. E tínhamos ali uma constelação de estrelas. O que é que tinha mais muito no gume? Que
اللي كان اهم حاجه الفلسفه بتاعتنا الفلسفه التنافسيه اللي عندنا والفلسفه الكرويه اللي كانت عندنا الكره للكل كان عندنا تحركات متدربين عليها الروتين معمول اتمرنا عليها كتير في التمرين كانوا بنعملها وبينفذوها في الماتشات فعارفين ان هم عشان اللي بيتمرن عليه يبقى عشان ينفذه تمام كانوا نجوم كبار في الكره المصريه وفي الافريقيه بس كانوا متواضعين وهم فعلا متواضعين واشخاص كويسه وخلقنا الفلسفه ان المهم هو الفريق لما جيت في 2001 اللعيبه كانت بتيجي التمرين ما كانش تقريبا ما حدش بيسلم على الثاني لو اثنين بيلعبوا في نفس المركز يبقى ده مش صديقي ده عدوي واجبرت كل الناس لما يوصلوا يسلموا على بعض يسلموا على المدرب كنا بنقف نص ساعه قبل التمرين نتكلم ونهزر مع بعض وكمان في الماتشات لما كان حد يجيب جون اللعيب يجي على الدكه يحتفل بالجون لان الجون للفريق وبعد كده يروح يحتفل مع الجماهير اللعيبه اللي كانت بره السكور كانوا في الماتشات هنا في القاهره ايا كان الاستاد كان لازم يكونوا في المدرجات يشوفوا الماتش لان لما كنا بنكسب هم ما كانوش في الماتش ما كانوش مشاركين في الماتش ولا على الدكه بس برضو كانوا بيكسبوا معانا ان هم الاهلي اللي بيكسب لما كنا بنخسر هم برضو كانوا بيخسروا فدي الفلسفه اللي اتخلقت ساعتها ان الفرقه فوق اي مصالح لاي حد بعد كده اتنقلت من اللاعبين للاعبين الناس اللي كانوا موجودين لما كانوا بيتعاقد النادي مع اي حد الجديد اللي كان بيجي كانوا بيشرحوا له ازاي احنا بنتعامل وازاي فعشان كده لما تكون بتتعامل مع ناس كويسه وفي نفس الوقت لعيبه كبار ومش انانيين ده سهل بيخلي التعامل سهل بيخلي سهل دايما انك تقود اللعيبه الكبار اللي قادوا هنا في مصر يس كلام مهم جدا وكلام اكيد بتسمعوه لاول مره مع مستر مانويل جوزيه اللي بساله برضو سؤال اعتقد الجماهير المصريه او جماهير الاهلاويه تحديدا نفسها تعرف اجابه للسؤال ده هل هو صح ولا غلط في لعيبه اتاثرت برحيل مانويل جوزيه كفكر كحب فورم افتادوس ديو كيكو بو ديزي سوبر اسو اثرت مستواها الفني ملقوش الحريه اللي كان مديها لهم مستر مانويل جوزيه ملقوش الفكر ملقوش المعامله تاثرت باي شكل من الاشكال شفت ده النقطه دي مش هيبقى كويس ان اتكلم في النقطه دي لا بشكل عام بعد كده جه مدربين تانيين اللي هو اللاعبين كان عندهم اداء معايا معين ومع مدربين تاني هيبقى ليهم اداء تاني فمش هيبقى مش هيبقى مرضي قوي اني اتكلم في النقطه دي كل مدرب ليه فكره مانويل جوزيه خلص فجه مدرب تاني بيحط فكره وطريقته فطبيعي ان في لاعبين هيكملوا على نفس المستوى التنافسي ومستوى الاداء وفي ممكن حتى ناس مستوى يتحسن وفي ناس مستواها ممكن يقل فما اقدرش اجاوب على السؤال ده اوكي انت يعني جاوبت مستر كواز غشبوندي مستر كواز طيب اوكي معانا تليفون من بيدرو المدير الفني الحالي لفريق النادي الاسماعيلي ومساعد مستر مانويل جوزيه السابق بيدرو باري يس الو ايه اتفضل الو ميلاك سامعني وسامعني الصوت يا جماعه اشتاو فير ديد يو هير مي ما هو مستوك او سامع هو سامع دلوقتي يا كابتن
اوكي انا بساله طبعا، انا بحييه طبعا على هذه المداخله، وطبعا مستر مانويل جوزيه منور الدنيا. بدرو اشتغل كمساعد لمستر مانويل جوزيه، اكيد اتعلم منه حاجات كتير. تجربته في نادي الاسماعيلي، اكيد هو طبعا عايز يرحب بمستر مانويل جوزيه الاول، فاتفضل. Sim, queria cumprimentar o Sr. Manuel José, dar-lhe os parabéns por estar novamente no Egito, que é uma... حابب ان اسلم على مستر مانويل ونهني على انه موجود تاني في مصر. Que é o país que o adotou e que ele também adotou como segundo país. البلد اللي بتحبه هو حباها كبلده الثاني. E pronto, desejar-lhe o melhor, segunda estadia no Egito. وانا كنت اتقابلت معاه لما جيت هنا مصر دلوقتي وقعدت معاه كذا مره، وحابب ان اسلم عليه واتمنى له الاحسن كل حاجه. Pronto, era para lhe dar abraço e pronto e celebrar. عشان اسلم على مستر مانويل ونبين صداقتنا. ومستر مانويل بتمنى له الحظ في المباراة القادمة. أكيد أنا مش عايز أدخل معاك في فنيات، وعايز أقول لك أنت منور الدنيا. كفاية إن أنت يعني من ريحة مستر مانويل جوزيه في مصر، وأكيد تعلمت منه حاجات كتير مستر بيدرو. فإيه أكتر الحاجات اللي أثرت في شخصيتك خدتها من مستر مانويل جوزيه؟ كل حاجة عن الكورة، عن الحياة. دروس عن الحياة، مش بس في الكورة، دروس في التمرينات، في القيادة، عن الالتزام، عن كل حاجة. تعلمت بأقصى درجة من كل المعلومات اللي قالها لي، ودي حاجات ساعدتني وأثرت عليا في حياتي، كحياتي المهنية وحياتي الإنسانية. بيقول له انت كمان لطيف معايا، في بتجاملني، فقال له لا انا بقول الحقيقه. اهم حاجه فعلا هي الصداقه والتقدير والاحترام، هي اهم حاجه فعلا. هو بيشكر مستر مانويل على العمل معاه، قال لا انا اللي عملته دوت مع شخص يستحق. مستر بيدرو كل التوفيق ليك، واكيد طبعا بتمنى تكرر تجربه مانويل جوزيه اللي هي يعني استحاله ان حد يكررها، لكن اتمنى لك التوفيق في اي مكان انت فيه، وربنا معاك ان شاء الله. Ele merece isso. Muito obrigado. Ele merece. Thank you, Mr. Bill. Felicidades para todos também. O Biscorco, o Bitmaná, com o Taufi, com o Loco. Um abraço, obrigado. Thank you. Obrigado. هو اكيد طبعا يا جماعه لما يدخل حد بحجم بيدرو مدير فنادق الاسماعيلي في اسئله كتير جدا، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا ما بنتكلمش. اكيد مش هنتكلم في اي حاجه. البطل الوحيد للحلقه هو مستر مانويل جوزيه، عشان كده انا مركز معاه كل التركيز. الاسماعيلي شكله اختلف عن ما حضرتك كنت موجود. Bahia tinha grandes jogadores naquela época. Ele aí para cobrar, quando fez aí tá filha aí para cobrar foi o Musim Bas. E eu fui feliz no Al Ahly. O ano quando saí do Al Ahly. Porque fui buscar vários jogadores aos maiores. Eu neguei-te aí para que uma adida me lhes mais. E portanto naquela altura o Zamalek tinha grandes jogadores também. O saí tá o Zamalek tinha filha aí para cobrar também. Grandes treinadores, grandes jogadores. Mudaribin cobrar, Laibin cobrar, o Ferreira Kibira. E portanto não era o campeonato agora não tem graça. فعشان كده الدوري دلوقتي مش زي ما كان ساعتها. اسالك اكيد عن الدوري. الفاي كون سيرتيزا بريكونتار بيلو كامبيونات. الاهلي ناقص له نقطه ويكسب الدوري دلوقتي. الاهلي يس. اعتقد ثلاث نقاط. 3 بونتس؟ اوكي. يس. فاتون جوك برافو. يبقى ماتش كمان. بس ساعتها كان الدوري اصعب. اصعب وجمهور وستريس. يس.
تاني حتى المحل كان صعب، الانبي برضو كان صعب، يس اتحاد بروجيت برضو كان صعب، اتحاد اسكندرية يس مصري والمصري الدوري كان اصعب. وليه كده؟ porque não foi só no Al Ahly. لان ما كانش بس في الاهلي، احنا في الزمالك والاسماعيلي انتهى في كل انديه دي جيل كبير من اللاعبين وفي الفرق الصغيره كمان. النهارده انا شايف ماتشات مش قادر اشوف الماتش كله. E depois porque agora parece que começa a haver público outra vez. Leonardo ابتدى الجمهور يدخل تاني شويه شويه. وكره كرة القدم عامة محتاجة للجمهور، لأن من غير الجمهور ما حدش عايز يلعب كورة. ما فيش دافع لحد. ما فيش الشغف بالكورة. أنا مش عايز أهين حد ولا أتكلم عن الحكومة ولا أتكلم عن أي حاجة. بس أنا الحب للكورة والحب المفروض للجمهور. أكيد. لأن الأهلي لازم بالجمهور يبقى الحب بيبقر أكتر. لأن لما مشيت آخر مرة قلت لرئيس النادي كابتن حسن حمدي إن بالسبب ده. في اللحظة دي كرة القدم مش هي اللي كانت عليه من 10 سنين أو أكتر من كده. كانت أصعب بكتير لأن كان في فرق كتير قوية، وكان الفرق التانية الإسماعيلي والزمالك أقوية جدا برضو. كانت الأمور بتبقى أصعب. De conseguir contratar os jogadores todos que queria. فكنا عندنا الفرحة إن إحنا نتعاقد مع كل اللاعبين اللي كنا عايزينهم، ناس منهم كانت برا برا مصر، بس مجموعة منهم. وأبو تريكة تعاقدنا معاه كان عنده 25 سنة من الدرجة الثانية، وفلافيو جيلبرتو من أنجولا. فعملنا فرقة ساعتها ما حدش بيهزمها، ما تنهزمش. لما نكسب 6-1 الزمالك و 6-0 الاسماعيلي وفرقه ثانيه 5-0 4-0 فكان فرقه ملاش منافس. كان 17 ماتش في ريكورد لينا، 17 ماتش ب 17 فوز في كتاب جينيس ريكورد للاهلي. 54 ماتش من غير هزيمه على المستوى المحلي ومستوى الدولي بالفرقه الاهلي دي. وكان في فرق كبيره ثانيه زي الاهلي زي الزمالك والاسماعيلي، فالامور ما كانش سهل انك تكون بطل، بس صعب انك تكون بطل، ولان الفرقه ساعتها كانت متوازنه اكتر وكانت اقوى وكان صعب الفوز عليهم. لكن فرقتنا كان عندها الفلسفه ديت، وكان عندها اللعيبه الاحسن، وكان عندها فلسفه تنافسيه مختلفه عن الفرق الثانيه. كنا نلعب اسلوب لعب مختلف عن الفرق الثانيه، وكان عندنا مجموعه النجوم الكبيره بيلعبوا دايما جد وما كانوش بيهزروا. كان دايما قانون الدافع والدافع. ده عشان كده كنا بنكسب ماتشات كتير على بعض. كان دايما كنت بقول للاعبين انك يكون صعب يكون عندك الدافع لما تلعب ضد فريق خايف ينزل درجه ثانيه. انما لما يكون لعب مع الزمالك او الاسماعيلي مثلا، او انك تلعب في دوري الابطال او الكاس العالم للانديه، مش محتاج اتكلم عن الدافع ساعتها. أكيد. للاعبين عندهم الدافع اوريدي موجود. انما الصعب كان ان اخلق الدافع لما انك تلعب بنفس الجديه ونفس تلعب الدافع اللي تلعب بيه قدام فرقه كبيره لما تلعب مع الفرقه الصغيره. انما كنت بطلب منهم دايما ما يستسهلوش الماتشات قدام الفرقه الصغيره، لان قدام الفرقه الصغيره بتخسر الدوريات ساعات. اكيد. وده كان الدافع بتاعنا، دايما كان الدافع عالي بسبب الحكايه دي. اكيد اكيد. طالما اتكلمنا عن الانجازات والبطولات، استاذنك نطلع تقرير نشوف انجازات الساحر مانويل جوزيه المدرب الكبير المدرب العظيم النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول. هو
أحد أبرز المدربين الأجانب تأثيرا في الكرة المصرية وصاحب أكبر عدد تتويج من البطولات مع المارد الأحمر في العقد الأول من الألفية الجديدة، الساحر البرتغالي مانويل جوزيه العبقري العجوز وتاجر السعادة للجماهير الحمراء. نجاحات جوزيه مع الأهلي لم تقف عند الفوز ببطولات الدوري المحلي أو الوصول لنهائيات مونديال الأندية في ثلاث مناسبات، بل تعددت، ولعل أبرزها أنه المدرب المتوج بأكبر عدد من النهائيات حتى أطلق عليه لقب ملك النهائيات. ولاية جوزيه الأولى مع الأهلي شهدت تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل في بريتوريا بهدف لكل فريق والفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة. هو التتويج الذي جاء بعد غياب لثمان سنوات كاملة عن آخر تتويج للأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1993. في الموسم التالي حقق الأهلي مع جوزيه الفوز ببطولة السوبر الإفريقي في فبراير عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف. جاءت ولاية مانويل جوزيه الثانية فألا حسنا على الأهلي وجماهيره، فعلى الرغم من خسارة نهائي كأس مصر أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة اضطرت الظروف فيها إشراك شادي محمد في مركز حراسة المرمى، قام البرتغالي بأعظم إنجاز في تاريخ القلعة الحمراء عندما حقق الفوز بكل النهائيات التي خاضها خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، عاد نهائي وحيد كان أمام النجم الساحلي في فاينال دوري أبطال إفريقيا عام 2007 والذي خسره الأحمر بثلاثية مقابل هدف. فاز الأهلي مع جوزيه بثلاث نسخ لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005 أمام النجم الساحلي بالتعادل في سوسة سلبا والفوز في الكلية الحربية بثلاثية نظيفة، عام 2006 أمام الصفاقس التونسي في النهائي الشهير على ملعب رادس بهدف محمد أبو تريكة بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في القاهرة، ثم التتويج ببطولة 2008 على حساب القطن الكاميروني بالفوز ذهابا بهدفين دون رد والتعادل في غارو بهدفين لكل فريق. لم يخسر الأهلي مع العبقري العجوز بطولة السوبر الإفريقي، فقد فاز بثلاث نسخ في الولاية الثانية، الأولى كانت في مطلع 2006 على حساب الجيش الملكي المغربي عن طريق ركلات ترجيح، الثانية أمام النجم الساحلي التونسي في يناير 2007 بنفس النتيجة، فيما كان التتويج الأخير بالسوبر الإفريقي مع جوزيه على حساب الصفاقس التونسي بالفوز بهدفين مقابل هدف. محليا خاض جوزيه مع الأهلي نهائي بطولة كأس مصر مرتين أعوام 2006-2007 ونجح خلالهما بالتتويج باللقب على حساب الزمالك بالتخصص بالفوز بثلاثية نظيفة في المناسبة الأولى، ثم الانتصار الغالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نهائي 2007. نفس الأمر لاعب جوزيه أربع نهائيات لكأس السوبر المصري حقق الفوز فيهم جميعا، البداية كانت عام 2005 بالفوز على إنبي بهدف نظيف، ثم التتويج على حساب نفس المنافس عام 2006 بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي في نسخة 2007 بركلات الترجيح. وأخيرا على الزمالك في نسخة 2008 بهدفين من دون رد. جوزيه الذي حفر اسمه بحروف من نور مع الجماهير الحمراء نجح في أن يحقق أحد أغلى بطولات الدوري موسم 2008-2009 ليظل اسم مانويل جوزيه محفورا في تاريخ القلعة الحمراء وداخل قلوب الأهلوية بتربعه على عرش النهائيات الإفريقية والمحلية. مانويل جوزيه ملك النهائيات. بطولات وإنجازات
وعشق وحب وقصة حب لا تنتهي بين الساحر مانويل جوزيه والجماهير الأهلوية. بطولات إن شاء الله بطولات كتير جدا أقربهم إلى قلب مانويل جوزيه. استاد فرا كانوا مهمين بس الحقيقه ان اول لقب كان الاهم بكل الصعوبات اللي واجهتها لما جيت من التاخر شويه اللي حسيته في كره القدم المصريه وعدم معرفتي الكامله بالكره المصريه اضطريت ان اتاقلم بسرعه على عقليه واسلوب تفكير للاعبين ما كانتش محترفه قوي كانت كانها قريبه للهوايه اكتر اضطريت ان اشكل فريق وغير التفكير طريقه التفكير كان صعب جدا والفوز ببطولة أفريقيا بعد 14 سنة من غير الفوز وكأس السوبر اللي ما كانش نادي كسبه قبل كده كان أهم بالنسبة لي كان أهم بطولات هي دي في نفس الموسم كان في آخر أسبوع خسرنا الدوري لكن بطولات افريقيا والكاس السوبر بالنسبه لي كانوا الاصعب بسبب عدم معرفتي الكامله بالكره الافريقيه كمان الرحلات الطويله اللي كنا بنعملها عشان نروح نلعب في الكاميرون في ساحل العاج في نيجيريا ودول ثانيه 23 ساعه ذهاب و23 ساعه عوده وده كان زي تعليم ليا عشان لما جيت تاني مره في الاول كان في صعوبات في التغذيه في الراحه الاصابات الكتير اللي كانت بتيجي للاعبين بسبب الحكايه ديت لعدم الراحه ما كانش عندهم الامكانيات لانهم يرتاحوا فعشان كده لما رجعت غيرت كل حاجة ما كناش بنروح الماتش قبليها بأربع خمس أيام كنا بنروح ليلة الماتش بدل ما نروح نعمل معسكر قبل كل ماتش 3-4 أيام وفي أفريقيا كان يوم قبليها بيومين كنا بناخد معانا الطباخ كنا بناخد الأكل والمية كنا بناخد كل حاجة بس كنا محتاجين هناك السراير للنوم والدش عشان نستحمى والملعب عشان نتمرن الباقي كنا بناخده معانا فأول سنة كانت أساسية كانت الأهم يس بس مانويل سؤال للناس اللي بتتغر بنجاحها بس مانويل جوزيه لو قيمناه عمل كل حاجه في الكوره او من وجهه نظر الاهلاويه عمل كل حاجه سائق بطولات فعلا بطولات كتير جدا ما شاء الله حاجه تفرح حاجه تخلي كل واحد فخور جدا بنفسه لدرجه توصله للجنون ان انا مش عايز اقول العظيم انا الكبير انا اللي حصد البطولات انا اللي مسيطر على الكوره كنت بتكبد جماح شخصيه مانويل جوزيه ازاي ان انا عايز كمان استمر وافضل انافس وافضل اخد بطولات انا عمري ما كنت اتغريت ولا عمري هكون مغرور لان ده ليه دعوه بالشخصيه كل واحد انا اتولدت فقير عمري ما انسى اصولي ابدا فعلشان كده الحياه سريعه جدا النهارده احنا فوق ممكن نقع تحت وكل ما نعلى اكتر لازم نكون نلتزم اكتر بالقواعد لازم نكون متواضعين اكتر لازم نعمل شغل اكتر وفوق كل حاجه لو عايزين لو هنقود مجموعه من لاعبين الكوره المشهورين تقريبا كلهم اغنياء فعندهم ما عندهمش استعداد الاول ان هم يكونوا للغنى دوت لان هم اتولدوا في فقره زيي فانا لازم اكون مثل ليهم
لا انا احب نفسي واكون فخور بنفسي. ده لازم يكون عندنا. انما الغرور، الغرور حاجه عمرها ما اثرت فيا. انا انسان وبغلط. بس انا مش مغرور، عمري ما كنت مغرور ولا هبقى مغرور. انا جيت للاهلي. ناجي من اوروبا لافريقيا. لبلد فيها تاريخ تقريبا 7000 سنه تاريخ. فعلى مدار التاريخ كانت من اهم الدول على مدار التاريخ، وهي في تطور الانسانيه في نواحي كتير. Só queria chegar aqui, não vim para ganhar dinheiro. انا ما جيتش عشان اكسب فلوس. Vim para fazer uma experiência na minha vida, não sei. جيت عشان اعمل تجربه في حياتي في مكان ما عرفتوش قبل كده. كنت عايز اتاقلم على المكان واقود فريق هنا في افريقيا في اجواء مختلفه تماما. Com o peso que eu sei que a religião inclusive até nisto tudo. فعارف ان في مكان الدين ليه تاثير كبير على الناس وعلى سلوكها وعلى تصرفاتها. وعشان اكسب بطولات هنا. لو جيت لنادي القرن في افريقيا، لان الاهلي كان نادي القرن، القرن العشرين في افريقيا. جيت هنا النادي دوت لانه النادي عنده الامكانيات انه يكسب بطولات. فكان لازم اتاقلم بسرعه، كان لازم افهم بسرعه. ولكن لازم اغير السلوكيات. ومن الحاجات الاصعب اللي عملها هي تغيير السلوك. الله. E quando há sempre muita resistência a mudar. ولو لما يكون في من ناحيه ثانيه مقاومه على التغيير. ناس عايشه على عادات معينه غلط بس ما كانوش بيعترفوا بغلطاتهم. صعب جدا انك تغير العادات دي. دلوقتي انا عندي صعوبات في تغيير عادات عند بعض المدربين في وادي دجله، ان هم بيعملوا حاجات معينه بشرح لهم ان هي مش كده وبعدين يرجعوا بعدين بيومين يعملوها ثاني، ده غلط. E depois cada assumir as suas responsabilidades. وبعد كده كل واحد يتحمل مسؤوليته، ودي حاجه صعبه. Foi um ano fundamental para mim. فالسنه دي سنه اساسيه بالنسبه لي. Nunca fui ganhar, ajudei o clube a ganhar estes títulos todos. وانا ساعدت، مش انا بس ساعدت النادي انه يكسب البطولات دي كلها. ده كان نتيجة ناس كتير، أنا كنت القائد بتاعهم. بعد رئيس النادي كنت أنا. لو رئيس النادي هو رئيس النادي، أنا رئيس الفريق كورة. وفي كل الفرق اللي اشتغلت فيها في البرتغال كمان. وفي أنغولا، في السعودية، وفي إيران. هم كانوا رؤساء الأندية أو رؤساء الاتحادات، وأنا كنت رئيس الفريق لأن دي مسؤوليتي. ودايما كنت بعملها بكل تقدير لكل وضع، ان انا كنت في الماتش بنكسبه خلاص وبنحتفل بيه، وبعديها بيومين تاني بنفكر في موضوع تاني. كان لازم نتخطى بسرعه اللي احنا كنا عدينا بيه. فعمري ما كنت مغرور. الغرور بيعمل مننا بس يخلينا احنا نشوف نفسنا وما نشوفش اللي بيحصل حوالينا. فعمري ما كان عندي العيب ده. خليك تراح شويه ونطلع فاصل. مانويل جوزيه حديث من جوه جوه قلبه، اعتقد انه اول مره يتكلم بمنتهى الصراحه ومن جوه قلبه في قناه النادي الاهلي. انا اتشرفت بجراء الحديث معاه، لسه مستمرين معاكم. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم والكبير الاسطوره مانويل جوزيه. Stay!
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم، معانا الاسطوره كوتش الجامد جدا كبير جدا مانويل جوزيه. النهارده رحنا النادي الاهلي بعد غياب كبير جدا لمستر مانويل جوزيه، رحنا داخل اروقه النادي الاهلي من جديد. مستر مانويل حس ان هو لسه بتعرف على النادي، النادي فيه حاجات جديده غيرت، لكن اعضاء مش عايز اقول لكم قابلوه ازاي. كانت حاجه جميله جدا لمستر مانويل جوزيه. كان وحشك النادي؟ وكان عندي فعلا، كان نادي وحشني وكان عندي فضول اشوف ايه اللي اتعمل في النادي، وفي مباني كانت جديده معموله، في حاجات اتجددت، بس اللي ما عجبنيش كان هو اللبس بتاعت الفريق، كان نفس الحال لما جيت في النادي في الاول مره. حاجة من المفروض اللي كانت تتجدد هي اوضه اللبس. الخاصة بفريق الكورة، لأن هي اللي بتمثل أهم رياضة هي كرة القدم. المفروض دي كانت تتجدد وما تجددتش. هي كانت من الأولويات، المفروض تكون من الأولويات. لأن الإمكانيات اللي عند الأهلي هي نفسها الإمكانيات اللي كانت عند الأهلي لما جيت. الحالة بتاعت أوضة اللبس ما تتناسبش مع حجم النادي الأهلي. ودي من ده كان المفروض يتعمل وما اتعملش. دي من أهم أولويات كابتن محمود الخطيب اللي هو اتكلم عنها كتير جدا، اللي هو تجديد أوضة اللبس، وكمان لسه في ساد. حاجة جميلة جدا إن شاء الله في التجمع الخامس. أنا قلت لحضرتك النهاردة، لكن أنا متفق معاك تماما، أوض اللبس لا تليق بالنادي الأهلي الكبير. عشان كده الكابتن محمود الخطيب هيفتتح أوض اللبس الجديدة قريبا جدا إن شاء الله. لأن ما عندهاش فعلا حالتها مش كويسة للاعبين لما في الفترة اللي كنت موجود فيها. مكتب المدربين اتعمل في اول سنه 2001 لما كنت موجود هناك، لان حتى ما كانش فيه موجود مكتب في الاول. ففي اوضه اللبس تشوف حاله اوضه اللبس بالنسبه للاعبين وبالنسبه للعمال، فهي حاجه سهله بالنسبه لرئيس النادي كابتن الخطيب ان يوجد اوضه لبس بحاله احسن للاعبين. اكيد في اوضه ثانيه بتتجهز. اوكي. انه اكبر ممثل للنادي الاهلي هو فريق الكوره، مع كل احترام طبعا لكل الفرق الثانيه اللي هم مهمين طبعا. مش عارف ايه حاله الامكانيات اللي عندهم في اوضه اللبس. انا بتكلم على اللي شفته واللي عرفته في كره القدم، وهي مش كويسه حاله اوضه اللبس اكيد. لكن نبعد شويه عن اوضه اللبس. اختصاص حارس بحضن كبير وبوسه كبيره. وارز اما فيجورا، حارس شخصيه. انا بحبهم كلهم. حارس وميكي كانوا الناس اقرب ناس ليا في العمال، وكنت بهزر معاهم دايما كل يوم. حارس شخص متواضع جدا، هو موظف في النادي. عمري ما شفت حارس حزين، دايما مبسوط، دايما راضي، بينقل السعاده للعيبه، وبيهزر معاهم دايما، بيهزر مع المدربين. ساعات كان بيقول، كنت اقول لمراتي لما بوصل الاوتيل انا 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 بغير من حارس، لانه دايما في سعيد. هو حياته سهله، ساعاته صعبه، بس هو مبسوط جدا. فهو شخصيه جميله بونيتا، انا شخصيه انا بحبها. يس يس. بس مانويل جوزيه، سؤال في قلب مستر مانويل جوزيه، حنيت النادي الاهلي وجماهيره؟ انا لما دخلت رجعت لقواعدي تاني، لاصل لاصولي تاني. الله.
ففي البرتغال احنا دايما بنقول ما ترجعش ابدا للمكان اللي كنت مبسوط فيه، بس انا طلعت ورجعت ودايما كنت بكمل مبسوط برضه، والنهارده الصبح كنت مبسوط تاني لاني كنت موجود في النادي. فعشان كده بنقول ندخل المتحف الذكريات اللي في دماغي وبجدد حاجات في مكان مهم جدا في حياتي. I wait for you. والستات دول كانوا لطاف جدا معايا. واتكلمنا شوية مع بعض. وكنا مبسوطين بالكلام بالحديث. حسيت الناس فعلا مانويل جوزيه وحشها قوي. مع ان النادي كان فاضي النهارده كمان. انا اخترت وقت فاضي عشان كان بعض الاشغال الخاصه بحضرتك، لكن الناس كان في عينيهم قد ايه مانويل جوزيه وحشه. الناس دايما لطاف معايا في النادي او في اي مكان تاني، اي مكان بروحه الناس لطاف جدا معايا. فهنا المكان اللي فيه الكؤوس اكيد. ده هنا كاني فعلا رايح المتحف. كاني رايح فعلا المتحف. دلوقتي انا ما كنت شفت قبل كده المكان اللي فيه الكؤوس ده. حتى قابلت السفير السابق كان في انغولا. فكان زياره مليانه بالمشاعر. بطولات اللي حضرتك خدتها لما شفتها النهارده حاجه تفرح، حاجه جميله جدا. انا قلت حضرتك كان أقرب بطولة ليك، أصعب بطولة لمستر مانويل جوزيه وأحب بطولة لقلبه في نفس الوقت. أنا قلت من شوية كان أول في أول سنة في 2001 كسبنا بطولة أفريقيا وكأس السوبر اللي كان النادي ما كسبهمش بعد 14 سنة. دي كانت أصعب بطولة. بسبب الأسباب اللي شرحتها. كانت أصعب، الأحب بقى لمستر مانويل جوزيه مش الأصعب. يعني كل الجماهير الأهلاوية بتفتكر طبعا. البطولة اللي بقيت في ذاكرة الناس اللي كانت ضد الصفاقسي. دي اللي بقيت في ذاكرة الناس. واللي قلته للاعبين والاستراتيجية الماتش وخطة الماتش طلعت بطريقة ممتازة. ووقت التغييرات مين اللي هبدله ومين اللي وطريقة اللعب الطبيعي وطلع كل حاجة بصورة ممتازة. يس لسه ابو تريكه. هتكلم مع مستر مانويل جوزيه في الفلسفه العامه للتدريب من وجهه نظر مستر مانويل جوزيه او الفلسفه اللي اتبعها مع النادي الاهلي، لكن لما ناخد وائل رياض شيتوس ازيك يا ميدو؟ منور الدنيا يا شيتوس حبيبي يا ميدو. Did you remember شيتوس؟ Of course I remember. وائل شيتوس نجم الاهلي، نجم الاهلي ونجم مصر هو مدرب المنتخب الاولمبي. حبيب قلبي اهلا بيك يا كابتن وائل. ازيك يا ميدو اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. بمسك على مستر مانويل. طبعا يعني ابويا وقيمه كبيره في النادي الاهلي وعمل يعني تاريخ كبير لينا جوه النادي ومبسوط جدا ان هو موجود معاك يا ميدو. الو اتفضل معاك. اتفضل يا نجم.
بس وطبعا بتمنى لك انت التوفيق بقى كمان. ربنا يخليك يا رب. حلقه ناريه اعتقد بعد الحلقه دي يا ميدو يعني هتكسر الدنيا بقى. ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا رب. اكيد كل الناس وحشه مستر مانويل جوزيه، وطبعا انت محظوظ انت شغال معاه كمان في دجله وائل وعشيرته فتره كبيره جدا. قول لي اهم النقاط اللي اتخذتها من مستر مانويل جوزيه، او اهم الحاجات اللي حبيتها فيه او اللي اثرت فيك كوائل شيتوس. لا بص مستر مانويل علاقتي بيه طبعا علاقه قديمه جدا من 2001، فانا حافظه كراجل مخلص جدا في الشغل بتاعه، وبيحب يعمل كل حاجه باتقان شديد. يمكن كمان بقى لما اشتغلنا في دجله الفتره اللي فاتت يعني يعني فعلا ما بيسيبش حاجه كده للايه للظروف او لا، يعني مركز في كل حاجه، بيشتغل بضمير جدا، بيتكلم في كل صغيره وكبيره. يعني بجد اهم ميزه ميزه الاخلاص دي، اعتقد ميزه مهمه جدا وشايفها في مستر مانويل الفتره اللي فاتت كلها. تعرف في مستر مانويل طبعا انت اكيد ليك مواقف كتير معاه كان حازم جدا لكن كنا بنحبه جدا، اكتر موقف خفت من مستر مانويل جوزيه فيه كان ايه؟ اكتر موقف خفت من مستر مانويل لا ما خلي بالك احنا يعني هو كان محقق، كنا خايفين منه على طول لا لا مستر مانويل تحقق معاه المعادله الصعبه، اكيد اكيد تحترمه وتحبه، اكيد معادله صعبه جدا، اكيد كان من القليلين اللي قدر يعمل لنا الكلام ده، دي حقيقه انا قلت كده فعلا. يمكن 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 مستر مانويل يعني كان صديق بشكل كبير جدا، كان ما كانش فيه خوف فعلا، كان فيه احترام. قول يا حسن ما كانش فيه خوف فعلا، كان فيه احترام. بالظبط بالظبط، لكن مش عايز تقول مواقف. حسني قال ايه؟ حسني قال ايه؟ بالظبط، فبقول لك ان انت مستر مانويل كان صديق شخصي لكل الناس، يمكن كل اللعيبه كانت بتتكلموا في مشاكل شخصيه، فانا يمكن من الناس القليله جدا مستر مانويل اللي هو بعد حتى ما ترك النادي الاهلي كنت بكلمه في كل صغيره وكبيره في حياتي، الخطوات اللي هاخدها اقبلها ولا ما اقبلهاش، الكلام ده كله. يمكن ناميدو اللي الناس ما تعرفوش ان مستر مانويل جوزيه هو اللي اصر يعني او قال لي لازم تخش تدريب، وانا كنت شغال في الاعلام. وانا كنت ساعتها شغال في الاعلام، انما هو قال لي لا انت هتبقى مدرب كويس بس مش التدريب. هو طبعا انا مش عايز اقول لك انا يعني عن نفسي فرحان قد ايه ان انا معايا شخصيه عظيمه زي مستر مانويل جوزيه، كل الناس فرحانه بيه. انا بشكرك جدا على المداخله بتاعتك كابتن وائل شيتوس، وكل التوفيق ليك في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. تليفونات تليفونات كتير جدا ما شاء الله، لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال. الصفقه اللي كان نفسك تاخدها النادي الاهلي وما جاتش، يس اللي كنت عايزها للاهلي وما قدرتهاش يجي، كانت شيكابالا. شيكابالا بس سينو برنوش بس سينو بلوبو زمالك، مضى للاهلي بس مضى بعديها للزمالك. كان اكبر غلط في حياته ان هو بعد الغرور اللي كان عنده ده بوظ حياته المهنيه. لو كان جه الاهلي في وسط النجوم دي، لان هو في الفتره دي كانوا احسن منه، كان نجوم، كان هيكسب التواضع الكافي، وان هو عنده موهبه كبيره جدا، وكان انا كنت متوقع له انه هيكون لعيب كبير جدا. مع كل احترام للزمالك طبعا، ده مش حاجه تابعة للزمالك، انا كنت بتكلم على اسلوبه هو. الزمالك عامله على طول كنجم كبير، هو كانش لسه وصل للنجوميه الكبيره. كان عندهم ساعتها فريقين، شيكابالا فريق وفريق الزمالك فريق تاني. كانوا فريقين في الاهلي. عمري ما عملت الحكايه دي. مستر مانويل جوزيه لا يعترف بالنجوم، بيعترف باللعيب المقاتل اللي بيخدم النادي والفريق كل يوم. انا اعترف دايما بالموهبه وبالتواضع،
والانتماء للفريق وده بيبعت اي غرور لازم يكون فيه. بنشوف التواضع بتاع ميسي وبنشوف التواضع بتاع كريستيانو رونالدو وبنشوف تواضع اللعيبه الكبيره في كره القدم العالميه دايما بيكونوا موجودين في الفريق وبيساعدوا الفريق وبيشتغلوا زيهم زي الباقيين وبيلعبوا بطريقه جماعيه وما بيلعبوش لنفسهم. وده اللي غيرته في الاهلي وغيرته في كره القدم في مصر. التعلم اللعب الجماعيه ايا كان حجم الموهبه اللي عنده ايا كان جوده اللعيب لازم اهم حاجه مبادئ الفرقه المبادئ الاساسيه الدفاعيه والهجوميه. شيكابالا ما حدش اجبره او علمه يعمل الحكايه دي. والاهلي كان الشغل كده فعشان كده لما خد القرار خد قرار ما كانش خاطئ وطبعا مع كل احترام لنادي الزمالك هو ده مش موضوع خاص بنادي الزمالك هو كان بيتكلم عن شخصه اكيد. هبعد شويه عن شيكابالا وعن اللعيبه واسالك تحديدا عن علاقتك بالكابتن الكبير الاسطوره ايضا كابتن محمود الخطيب. احنا اتكلمنا عليها باي ذا واي في الاول لكن عايز اخصص السؤال لكابتن محمود الخطيب وعلاقتك الشخصيه بيه. علاقتنا كانت دايما علاقه هاديه علاقه جميله. هو كان عضو في لجنه الكوره كانت مكونه من كابتن الخطيب كابتن حسن حمدي رئيس النادي في فترته طارق سليم والكابتن طارق سليم يس. Isto depois do falecimento do presidente Salah Salim. ده كان بعد وفاة رئيس النادي كابتن صالح سليم. فكان دايما كانت علاقة احترافية علاقة إنسانية على أساس الاحترام على أساس التقدير على أساس الصداقة. ما كانش في أي مشكلة بينهم كانت دايما علاقة كويسة. ما كانش في مشاكل. كان في تعاون واضح جدا بين مستر مانويل جوزيه ولجنه الكوره في كل ما يتطلبه مستر مانويل جوزيه. دي حقيقه. كنا بنجتمع بصوره دايمه دوريه. على حسب الظروف. ساعات كان شهري وكانت ساعات كان كل شهرين. فساعات ما كناش محتاجين نعمل اجتماعات كانت الامور بتمشي كويس جدا فكانت اجتماعات عاديه كانت اجتماعات هاديه لتجهيز الفريق في المعسكرات اللي المفروض نعملها في التعاقدات مع اللاعبين في الاستغناء عن اللاعبين السكور الفريق المعسكر الاعداد كنا بنجهز سنه المنافسه في الاجتماعات فما كانش في اي مشكله في الاجتماعات على ما اتذكر. اوكي مستر مانويل جوزيه الشخصيه الصارمة الحازمة له وجه آخر إنساني جدا. تعالوا نشوف تقرير عن مستر مانويل جوزيه وعلاقاته الإنسانية ونرجع لحضرتكم على طول. سيظل التاريخ شاهدا على أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي لم يكتفي بوضع الأحمر ملكا متوجا على عرش الكرة المصرية وإنما سطر تاريخا مع الجدعنة والمواقف البارزة التي لن يمحوها الزمان كلما ابتعدت السنين خاصة أنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك إنه ابن بلد والتي من شأنها جعلته مصريا بنكهة برتغالية. لم يكن ابنا من أبناء القلعة الحمراء، لم ينشأ في عائلة من أب وأم مصريين، لكن جموع الشعب المصري تعاملوا معه على أنه رمز أهلاوي خالد مجرد أن تطأ قدمه مصر. هناك أيضا بعض الذكريات الصعبة والأليمة التي عاشها الساحر البرتغالي، ولكن في فحواها أثبت أنه عاشق لمصر
حيث أنه لم يتخلى عنها وعن النادي الأهلي حتى في أحلك الظروف، على رأسها ما شاهده من أوقات صعبة وعصيبة في مدينة بورسعيد عقب أحداث الموقعة الأليمة والعودة في طائرة حربية. لعل أبرز المواقف الإنسانية للساحر جوزيه عندما سأل مساعده حسام البدري حينما كان يتولى القيادة الفنية للفريق من هذا الشخص، كان يقصد عم حسين وهو أكبر مشجع أهلاوي رحمه الله الذي كان دائما يساند الفريق في جميع المباريات، فأكد له البدري أنه كبير مشجع الفريق. قام جوزيه بالتبرع له لكبير المشجعين ليقوم بإجراء عملية في الكبد، وقام بنقله من مستشفى حكومي إلى إحدى المستشفيات الخاصة قبل أن يتوفاه الله منذ عدة أشهر. كما تنازل جوزيه عن نصف مرتبه عقب أحداث ثورة 25 يناير للنادي تقديرا منه للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط الرياضي. هو حقا ساحر في كل شيء، ساحر في أفعاله، ساحر في أخلاقه، ساحر في فنياته وأيضا بطولاته. ستظل وستبقى أحد العلامات المنيرة والمضيئة في تاريخ القارة الإفريقية وليس في مصر فقط. ما كانش خواجة مانويل جوزيه، طلع أهلاوي وابن بلد أصيل كمان، عمل حاجات أنا مش عايز أتكلم عنها لأنها حاجات خيرية جدا عملها، مش عايز أفصح عنها، لكن هو أثبت لكل الناس ولكل الأهلاوية أنه هو فعلا ابن بلد وأنه هو أهلاوي. والحاجة اللي هو كان بيسأل عليها أنه هو مش عارف ليه كل الناس بتحبه كده، عشان هو لمس فعلا قلوب كل مصري، أهلاوي وزملكاوي اسماعيلاوي أيا كان هو بيشجع مين، مانويل جوزيه وصل لقلوب كل الناس دي بإخلاصه وتفانيه وشكله وأداؤه وكفاحه وبطولاته وكل حاجة بصراحة، عشان كده وصل لقلوب كل المصريين. عشان كده لما بنقول مانويل جوزيه هتلاقوا كل الدنيا بتتابع مانويل جوزيه. أنا بتشرف تاني إن أنا بقابلك ومنورني ومشرفني تاني في الاستوديو. يعني أخد عشان وقتنا للأسف 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 بدأ يخلص، وأكيد طبعا حضرتك كمان تعبت كمان، أنا عارف أنا تقلت عليك، لكن مطلب جماهيري في الأول وفي الآخر مانويل جوزيه. ناخد هاشتاج الناس بتسأل حضرتك، محمد الشناوي بيقول لحضرتك ماذا ينقص الأهلي للتتويج بأفريقيا مرات عديدة كما كان في وجودك؟ ما أقدرش أجاوب على السؤال ده لأن أنا في الخمس شهور اللي كنت فيها في مصر ما أعرفش كويس بيت الفرق الأفريقية بصورة عميقة علشان أقدر أدي رأيي في الموضوع ده. الأهلي عنده أحسن فريق في مصر، عنده أحسن لاعبين واللاعبين الأكثر خبرة، في لاعبين في الأهلي كسبوا 3 أو 4 مرات، حسام عاشور كسب 5 أو 6 بطولات أفريقيا مثلا، أحمد فتحي نفس الحكاية، وليد برضه نفس الحكاية، سليمان وعبد الله السعيد وحسام غالي، شريف أكرامي عادل. فأنا أعتقد أن حتى في أفريقيا الأهلي عنده الفرق الأكثر فوزا والأكثر خبرة في بطولة أفريقيا. لكن الكلام عن الإمكانيات الاحتمالات لأن ما أقدرش أقولها لأن ما أعرفش الفرق التانية كويس. عبد المهدي عمران بعد شوية عن الأهلي بيقول توقعات حضرتك لمنتخب مصر في كأس العالم، إلى أين سيصل المنتخب؟ هيقدر يتجاوز الدور الأول ولا لا؟ السلاسيون برتغيزة؟ لا va a ser fácil. Va a ser difícil. Yo acho que foi un premio. بالنسبة للمنتخب المصري كانت زي مكافأة لمصر انها توصل بعد السنين ديت، انها توصل من سنة 2090 لان تقدر توصل لكأس العالم في روسيا. ده فعل مشهود بيه.
محتاجين لنجم فعلا زي اللي كان موجود ان هو يساعد الفريق انه ويساعد زمايله طبعا وكان مصيري مع الفريق وطبعا زمايله. فشايف ان المكافاه الكبيره هي الاسباب اللي اشرحها زي ما قلت من شويه. انتهى جيل من لعيبه كبار ممكن يكون احسن جيل في تاريخ كره القدم المصريه او اكبر من اكبر الاجيال في تاريخ الكره المصريه. ما كانش بس في الاهلي، كان في الزمالك والاسماعيلي زي ما قلت من شويه. في اللحظه دي ما فيش لعيبه كبار في مصر. ان احنا نقدر نوصل لكاس العالم كان فعلا مشهود بيه من الفريق ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين. فمصر كان عندها لعيبه كبار في اخر 17 18 سنه اللي انا عارفهم في مصر بفرقه احسن وبلاعبين في كل القطاعات، وما قدرتش قبل كده تتاهل لكاس العالم. النهارده ما كانش حد مؤمن بوصول مصر وتأهلوا لكأس العالم يكون سجيرة وقدر. فدلوقتي اللي حصلوا على المكافأة بتاعتهم والجائزة لو قدروا ان هم انه قدروا يتأهلوا ده هيبقى حاجة مشهود بيها طبعا. المجموعة مش صعبة، فيها أوروجواي المجموعة الأصعب، الفريق الأصعب، فيها لعيب ممتازة، في ناس على مستوى عالي وبيلعبوا كلهم في فرق كبيرة وفرق كويسة جدا في أوروبا. في عندهم الأداء اللي مش موجود عند اللعيب الأفريقي، فبقية الفرق ممكن تكون أسهل. فدايما هنعتمد على اللعب الجماعي، على خبرة مستر هيكتور كوبر هتكون مهمة جدا للفريق. أنا شايف إن مصر في كل حاجة لازم تروح كأس العالم عشان تستمتع بوجود هناك، تلعب الماتشات من غير اي ضغط. انا شايف ان الشعب والصحافه المفروض ما يضغطوش على الشعب ولا على المدرب، على الفريق ولا على المدرب. اهم حاجه نتمنى لهم ان كل الامور تمشي بصوره كويسه، نسيبهم نستمتعوا لان كاس العالم من الحاجات المهمه وساعات تكون فريده في حياه اللعيب وكمان للمدرب ان يكون في كاس العالم. فنسيبهم يلعبوا بهدوء وبراحتهم وبالراحه ديت وبالثقه وعدم وجود الضغط. ممكن يكون في دوافع وعوامل اللي يكون عندهم الدافع انهم يعملوا المفاجاه ويتاهلوا. فانا شايف ان دي احسن طريقه، لان لو في ضغط هتبوظ كل أكيد. حاجه اكيد رد ولا اروع من كده. يعني مصر كاس العالم للاستمتاع، مثل ما بيقول لا تضغطوا على المنتخب اعلاميا وصحفيا. يعني ان شاء الله مصر تكون يعني خير مشرف لينا في كاس العالم، وزي ما بيقول مثل ما جوزيه كاس العالم وصول ليه في حد ذاته حاجه جميله جدا. كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق نادي الاهلي معانا على التليفون. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، بمسي عليك طبعا، بمسي على مستر مانويل جوزيه. يعني طبعا يعني عايز اقول ان مستر مانويل فرح. اتفضل يا كابتن. هلو مستر مانويل. هلو يا اي ام هير اي ام هير اي ام ان ايجيبت. يس 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 هي از ان ايجيبت. I'm sorry. Yeah, I thought you was outside, man. I was for Petrojet. Yes. And I resigned from about 1 month before, and now I'm waiting. Okay. Wait for me. We must take a dinner or a lunch. Okay. Yeah, really. I don't know. You was here. Honest. Yeah. اوكي ام جونا كول يو ميدو. انا عايز اقول طبعا اتفضل يا كابتن. مستر مانويل انا سعيد جدا ان هو على قناه النادي الاهلي، سعيد انه معاك، سعيد ان هو موجود في مصر بيعمل رساله عظيمه. فالما زال توازن يعني عظيمه جدا، انه زي ما مسك اكبر نادي في افريقيا وكسب معاه القاب وبطولات كبيره وتعلمنا منه احنا كاجهزه مساعده، كان ليا الحظ نشتغل معاه
كمساعد لي وتعلمت منه الكثير. هو دلوقتي بيعمل دور كبير جدا كمان، هو انه بيعلم النشء اللي هو الصغير ازاي يلعبوا كرة حقيقية، وازاي يلعبوا كرة بفكر مختلف تماما عن الفكر المصري او العربي بمعنى اصح. فانا طبعا بتمنى له التوفيق، هو يعني مستر مانويل كل اللي اشتغلوا معاه انا بقول انا واحد منهم بنكن ليه كل احترام وكل حب، لانه فعلا هو قبل ما يكون مدرب عظيم هو انسان عظيم جدا، وليه مواقف مشرفه وليه مواقف متحضره جدا مع كل اللي اشتغلوا معاه، سواء لاعبين سواء عمال غرف ملابس سواء اداريين سواء حتى مساعدين في اجهزه فنيه يعني. فبقول له انت منور مصر، ونتمنى له التوفيق في كل مرحله او في كل دور هو بيأديه. Thank you. I'm gonna call you, okay? Okay, okay. Okay. شكرا جدا يا كابتن محمد على المداخله دي، ان شاء الله الجاي افضل ليك ان شاء الله باذن الله، تلاقي النادي الكويس باذن الله. بس مانويل يعني اخر سؤال في السوشيال ميديا قبل ما نروح لصور عرضها لحضرتك وحضرتك تعلق عليها لو بكلمه واحده عشان وقتنا خلص، خلاص رايك في فريق الاهلي وشريف اكرامي والشناوي تحديدا؟ السؤال دوت المفروض يكون الكابتن حسام البدري مش لي انا، لان شريف اكرامي ابتدى معايا والشناوي ابتدى معايا وعادل ابتدى معايا، الثلاث حراس مرمى ابتدوا معايا. Portanto, são três bons guarda-redes. Foi três حراس مرمى كويسين. Comigo jogaram o Adel e o Sharif Akram. معايا كان بيلعب شريف اكرامي وعادل، الشناوي ما كانش بيلعب. Mas pronto, acha que essa decisão tem que pertencer ao treinador. بس شايف ان القرار دوت ينتمي اكتر للمدرب الاهلي اللي هو كابتن حسام البدري. Não meto a colher, como se chama dizer. فانا ما بحطش زي ما بنقول عندنا ما بحطش المعلقه في الطبق ده. You are Mr. Manuel Guzzi. نعم. يس. لا انترفيرو اي نادا ديس. ما دخلتش في الامور دي فما بديش راي فيها. كل الجماهير الاهلاويه لما بتشوف مثلا مانويل جوزيه بنروح لكل حاجه في الاهلي، واكيد الكابتن حسام الكابتن محمد يوسف كل بشوي النادي الاهلي بيتقبلوا رايك يعني بصدر رحب جدا جدا جدا، بل بالعكس هيستفيدوا من رايك لو في حاجه، لو في ايجابيات لو في سلبيات، اكيد مش هيستفيدوا بحد اكبر من حضرتك انك تبدي رايك بصفه عامه وليس بصفه خاصه. هي بس مسألة المبدأ. اوكي. أوكي. مش أكتر. اوكي. اوكي. أي ريسبكت ذات. اوكي. نعرض لحضرتك صور تعلق عليها وبعد كده للأسف يعني هنختم الحوار. اتفضل يعني. وش foi muito pouco tempo que eu estive. كان وقت قليل جدا اللي اشتغلت فيه مع الإنسان الكبير. العظيم في النادي الاهلي وفي كره القدم المصريه كابتن صالح سليم هو اللي اتعاقد معايا، هو اللي كان مؤمن ان انا عندي القدره اني اقود النادي الاهلي، وطلب مني بس حاجه واحده اني اشكل فريق لان ما كانش عندنا فريق، وده اللي عملته. دايما كان جنتلمان معايا ودي كان من شخصيته لان هو شخص ليه حجم كبير. فده شفته من الاربع خمس شهور اللي تعيشت فيهم معاه، ومع الاسف ليه وللكل توفى بدري جدا، بس هو فعلا جنتلمان. اكيد. اتفضل. كابتن حسن حمدي كان البديل. اشتغلت معاه لمده 8 سنين. 5 شهور تقريبا كنائب رئيس في الاول، بعد كده كان هو رئيس النادي لغايه الاخر المده في كل السنين اللي مرنت فيها النادي الاهلي.
دايما كان علاقتنا كويسة. كان ساعات بس بيبقى في الشوك بين الشخصيات القوية بس مش أكثر من كده. دايما كنا بنكمل نكون نحترم بعض. واحد كل واحد يحترم الثاني. ما كانش عندنا مشاكل كبيرة أبدا. فهو رئيس النادي اللي حصل على عصر أكبر بطولات في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ مصر. فدوت بيجاوب ليه عن 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 حجم قدراته وحجم إمكانياته. أوكي أوكي يلا. الخطيب تا برزنتادو هو الكابتن الخطيب طبعا اتكلمت دلوقتي عن علاقتي مع كابتن الخطيب والنهارده هو رئيس النادي انا قلت كل حاجه جراند فيجورا انه شخصيه كبيره في كره القدم المصريه والافريقيه من اللعيبه الكبار في افريقيا في تاريخ افريقيا واتمنى له النجاح كرئيس نادي نفس النجاح اللي كان عنده لما كان نائب رئيس ونفس نجاحه كلاعب فهو شخصيه كبيره في كره القدم في الاهلي واتمنى له كل السعاده من 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 قلبي لان انا اهلاوي وانا كمان وان هو برجوع للنادي زي ما قلت من شويه وحد النادي تاني النهارده الجماهير مع النادي والمفروض يكونوا دايما كده هم كان فتره ما كناش موجودين فاتمنى له كل السعاده النهارده انه بدا مرحله جديده في حياته بعد ما كان عنده صعوبات صحيه تخطاها كبطل فاتمنى انه يتخطى نفس الصعوبات اللي هيقابلها كرئيس نادي زي ما تخطى المشاكل الجدية اللي كانت عنده الصحية فهو بطل وأنا متأكد أنه هيكمل على أن يكون بطل كده يعني كلام صعب أن أنا أعلق عليه كلام مقنع جدا وكلام في الهدف يعني تفضل يا عم كويس طارق سليم descanse em paz já foi الله يرحمه كابتن طارق سليم في الاول كان في اول سنه كان في مشاكل بيني وبينه بسبب تاثير شخص ثاني انا مش هقول اسمه لكن بعد كده في ثاني مره لما رجعت influenciado por essa pessoa. هو كان في الاول فعلا متاثر عليه جامد من الشخص ده بس بعد كده ابتدى يتعامل معايا وفهم ان الفكره دي كانت غلط فهم ان انا انسان ومدرب مختلف تماما عن الكلام اللي كان بيتقال له ومن ساعتها كان علاقتنا دايما كويسه هو شخص فعلا امين جدا مالاويستا فربروزا واهلاوي سخن جدا وبيحب بيعيش بحماس جدا الاهلي غير اول سنه بعديها سبع سنين كانت علاقه ممتازه جدا بينهم وبعض اتفضل يا كويس فيكا سوداد كان وقت قليل علاقت مع كابتن ثابت البطل هو سابنا بدري جدا شخص انسان ليه شخصيته قويه كان مساعده كويسه من ناحيته بسبب شخصيته القويه وبسبب تاريخه في النادي كان مدير كوره كويس كان بيشتغل معايا ما كانش في اي مشكله تماما ما كانش في اي شك للشخصيات بيننا تصادم في الشخصيات وساعدني جدا
في الفوز بالبطولات اللي كسبناها في الموسم ده، كسبنا 5 بطولات في الفترة دي. كان موجود معايا على الدكة لغاية الآخر، لغاية قبل يومين من وفاته. أنا قلت له يقعد في البيت، ما يجيش المعسكر، ما يجيش الماتش. لكن هو مات على رجله زي الشجر، توفى على رجله زي الشجر ما بيتوفى على رجله، وكابتن ثابت توفى على رجله برضه. فهو كان راجل لغايه اخر لحظه. اساطير حيه واساطير الله يرحمها، يعني كلام ولا اروع من كده. اتفضل يا احمد. ماي فريند مرتاجي خالد مرتاج، هي مايور كوراسون دو موندو، اوكي؟ كون ايداد كتا هين داين جامو. بسنه، برغم سنه هو لسه برضه انسان على طبيعته وعلى فطرته. زي ما بيقولوا الانجليز. لسه بيأمن بالملائكة. فازو فابور تسير ما هو ميجي. وشخصية ممتاز. هو صديقي هو والأسرة كلها. كمالاويشتك ترميندو. هو أهلاوي بأقصى درجة. كونسي وباي ومارشال، او كنت اعرف والده واعرف والدته. لامنتا بارتيدا ديلز بس ايس ال اي دا فيدا، بس حزين جدا على فراهم، بس ده قانون الحياه. دوران تانس تانس دانس و وما كان فكابتن خالد لي ماضي في النادي من ساعة الطفولة، وأهلاوي كبير منذ الطفولة. Acho que esta alegria que lhe deram agora. شايف ان الفرحة de poder participar outra vez voltar ao Alali. اللي ادوها له تاني ان هو يقدر يرجع للنادي الاهلي. A direção do Alali. يرجع لإدارة الاهلي. Pertencer ao clube outra vez. وينتمي للنادي تاني. Uma das melhores alegrias, certeza que ele teve. اكيد من اكبر الفرحات اللي جات له في السنين الاخيرة دي. E portanto, uma pessoa de quem eu gosto. هو شخص انا بحبه جدا وبحب اسرته. E portanto falar dos amigos a gente fica sempre assim sem jeito de falar dos amigos. فبالحديث عن الأصدقاء. Mas gosto muito do Mortag e da família dele. أنا بحبه جدا وبحب أسرته. أوكي. يلا جمال. محمد صلاح. Yes. Antes de ir embora para Portugal. قبل ما أروح البرتغال. في آخر سنة ليا في الأهلي. قلت رئيس النادي كابتن حسن حمدي اني عايز اتعاقد مع محمد صلاح باسم علي ذا رايت باك وباسم علي الباك رايت يس يس ناو وانا قلت وكابتن حسن حمدي قال لي تمام وكان ساعتها في المقاولين بعد 8-10 ايام قال تمام تعاقدنا مع اللاعبين وعملنا الاتفاق مع المقاولين ومع اللاعبين فاضل بس الامضاء العقود المقاولين نزل درجه ثانيه وفجاه اتحاد الكوره قال لا مفيش ولا فرقه هتنزل درجه ثانيه ساعتها وطلعوا ثاني للدرجه الاولى فكان من 16 فريق في الدوري بقى 18 فريق فرئيس المقاولين قال للكابتن حسن حمدي ما دام هنكمل في الدرجه الاولى يبقى مش هنبيع اللاعبين هيكملوا معانا فكان حظ محمد صلاح انه كمل هناك لان في يناير في نفس الموسم راح لبازل في سويسرا وبعد كده دخل في اكبر لاعبين في اوروبا لو كان جه الاهلي كان صعب انه يطلع بره مصر لان الشرط اللي حطيته عشان ارجع تاني مره النادي طول ما النادي معاه فلوس عشان يتعاقد مع اللاعبين يبقى يتعاقد مع اللاعبين كلهم اللي انا كنت عايزه وبس كان يمشي بتصريح مني انا لان النادي ما ينفعش يبقى 14 سنه من غير ما يفوز بطوله افريقيا كان لازم يكسب بطوله افريقيا وما يبقاش 6-7 سنين ساعتها برضه ما يكسبش الدوري كان لازم نكسب الامور بصوره متتاليه فعشان كده كانت عايزه تتعاقد مع احسن لاعبين وما يمشوش غير الا في مواقف مميزه لو مبلغ كبير نقدر نسيبه يخرج فكان عنده حظ لو كان جه عندي ما كانش هيمشي مفيش صراحه اكتر من كده يا جماعه مفيش صراحه اكتر من كده
اتفضل يا جمال. لا صعب. في مكتبي. في بيتي في البرتغال. المكان اللي عندي فيه كل الكؤوس اللي كسبتها. والصور الأهم صور في حياتي. هو موجود هناك فيهم. صورة بالحجم ده. هو موجود في الصورة. وطول ما أنا عايش هيفضل موجود في الصورة دي برضه. الصورة تفضل موجودة في اللي عندي. أنا كنت في باريس. في ترانزيت للقاهرة كنت جاي على مصر. لما كلمني المترجم وقال لي إنه توفى. متهيألي إنه صعب إن أشرح اللي أنا حسيت بيه. إنه والد بالقدرات الكبيرة اللي كانت عنده. بالقدرات الاحترافية والإنسانية والكروية اللي كانت عنده. يتوفى بطريقة زي دي. حاجة ما لهاش معنى، حاجة ما حدش يفهمها. وفاته كانت صعبة فعلا وجديدة على كل الناس. فالذاكرة بتاعتها هتفضل. بس كانت فعلا حاجة جديدة. هو في الواقع كان إنسان فعلا كويس، ولد كويس، وكان لعيب ممتاز. وهو هيفضل موجود عندي في البيت وهيفضل معايا لغاية لما أروح أنا كمان. تفضل يا جمال. جمهور الأهلي. في أهم الماتشات دايما كنت بقول للاعبين احنا لازم نلعب كويس، لأن باللعب كويس بنكسب الطبيعي، نلعب أحسن بنكسب، نلعبش للجماهير. Nós nascemos pobres todos. احنا بنلعب للجماهير، احنا اتولدنا كلنا فقراء. لازم نشتغل عشان احنا بنفرح الجماهير، احنا بنلعب لهم. وخصوصا الاكثر فقرا. الناس ديت لما يصحوا للصبح بيقابلوا صعوبات الحياه. الفرحه الوحيده والعالم الوحيد. الحاجه الوحيده بتخليهم يضحكوا ويبتسموا ويغنوا ويرقصوا هو انتم. فلازم تكرموا الناس دي، لازم تكرموا الجمهور الموجود في الأهلي. ففي كل الماتشات اللي بيساعدونا فيها بمساندتهم لينا، كل مكان بنروحه نلاقي الاستاد احمر. الجماهير موجوده معانا. ومن البدايه للنهايه حتى لما ما بنلعبش كويس بيساعدونا دايما وبيساندونا، فعشان كده احنا بنشتغل عشانهم، وعشان كده احنا بنعمل لهم الشو والعرض، وعشان كده احنا المفروض نفرحهم هم. ودايما بناخد في المقابل حب ومسانده كبيره اللي بيدوها لنا دايما، اللي في اللحظات الكبيره وفي اللحظات الحاسمه في النهايات الكبيره هم اللي كانوا بيساعدونا في اللحظات الصعبه ان احنا نقوم ونفوز بالماتشات عشان نهديهم الفوز والنصر ليهم. النصر بيروح لهم هم. اخر جمله اولتيما نجاح مانويل جوزيه في جمله واحده. أنا طلبت إن يكتب ويتحط في النادي هنا في الجزيرة، المكان الفرع اللي احنا زرناه، نادي الأهلي في الجزيرة. أسوأ من الحزن بعدم الفوز هو الخجل من عدم العراق الحرب. ده الجمله بتاعتي. ممكن نخسر بس لازم نحارب للاخر ونموت في الملعب لو محتاجين عشان نكسب.
jogar bem. الفكرة واحدة دايما اللعب كويس لعب الكورة. لما كنت ابص لفريقي كنت ببص على الدكة بقول الفرقة دي بتلعب بالطريقة اللي عايز العبها لو انا عجباني طريقة اللعب يبقى الناس اللي في المدرجات برضه عجبها طريقة اللعب. انا فاكر ان هم كانوا بيغنوا ده ما كانتش كورة دي مش كورة دي مزيكا ده اللي كان بيدي الدافع او ده اللي كان بيدي الحافز. فدايما ما ندخلش على الماتش على انه مهزومين فيه انما بنحارب لغايه الاخر. جماهير الاهلي اللي عشقت الاهلي وعشقت مانويل جوزيه وراحت وراه وقع منهم 72-1 مستر مانويل جوزيه يقول لهم ايه؟ أنا كنت موجود هناك. أنا الوحيد اللي ما قدرتش أوصل لأوضة اللبس. كنت دايما موجود في الملعب وشفت اللي عملوه. صعب جدا بعد كل اللي حصل ده. أي كلمة Não vai dar conforto às famílias. تتقال مش هتواسي الأسر. ما حدش كان يستحق إنه يموت ويموت بالطريقة دي. Da forma como as coisas foram feitas. الطريقة اللي اتعملت بيها الأمور. Da forma como as coisas foram preparadas. الطريقة اللي كانت متحضرة بيها. Portanto, foi فأصعب حاجة حصلت في حياتي وكانت أكثر حاجة محزنة. أنا عمري ما خطر على بالي إن في ماتش كورة كان ممكن تحصل حاجة زي دي. بس ما عنديش كلام أقوله للأسر. الأسرة اللي تخسر ابن في موقف زي ده ما فيش ولا كلمة تقدر تواسي الأسرة دي. فإحنا بس بنحزن ولازم وتحقق العدالة. عايز أقول لك شكرا على كل حاجة. شكرا على حاجات كتير قوي عملتها. شكرا على حضورك هنا بدون مقابل خالص. شكرا على تلبيتك الدعوة من غير ما تفكر. شكرا على كل اللي عملته النادي الاهلي وجماهيره وتخلي الفرحه في قلوب كل اهلاوي. شكرا على عشقك للنادي الاهلي واخلاصك وتفانيك فيه. انا اللي بشكر جدا الناس واداها ليا وان انا موجود هنا. فانا ما جيتش الاهلي بقالي مده وزي كنت بقول ما كنتش هاجي بالناس اللي كانت بتدير النادي. ما كنتش هاجي هنا وانا قلت فعلا ما كنتش احط رجلي في النادي وفعلا ما حطيتش. النهارده كان فرحه كبيره ان اكون موجود هنا وانا اتكلم معاك يا كابتن. وانت شخص انا بحبه وانا كنت بمرنك ومع جماهير الاهلي اللي علاقتي بيهم قويه جدا وهتكمل طول ما انا عايش. فعشان كده انا مبسوط وسعيد وراضي ان انا موجود هنا. ودايما هيكون شرف ان افتكر ونفتكر واتواصل دايما مع جماهير الاهلي. الشرف كل الشرف ليا وتنور وتشرف اي مكان وتضيف لي اي مكان حضرتك فيه. نورتني وشرفتني وبشكرك للمره المليون. شكرا جدا. اوكي نو بروبلم. يعني الوقت للاسف خلص مع مستر مانويل جوزيه الساحر المدرب العظيم المدرب الكبير النادي الاهلي. يا رب اكون قدرت اجيب لكم حد بتحبوه جدا وفعلا بتعشقوه جدا. مستر مانويل جوزيه نور الدنيا كلها النهارده ونور قناه النادي الاهلي ونور استاد النادي الاهلي ونور نادي النادي الاهلي في الجزيره النهارده. ان شاء الله يكون لي تواجد دايما في قلوب كل الاهلاويه وفي النادي الاهلي تحديدا. نورتوني وشرفتوني ويا رب اكون عملت لكم حاجه كويسه. بشكر كل فريق الاعداد وكل الناس اللي ساهمت في نجاح هذا اللقاء اللي انا بعتبره حاجه جميله جدا وفعلا فخر انك تقعد مع مستر مانويل جوزيه وانك تتكلم جميع النادي الاهلي في حضور
الساحر العظيم كابتن مانويل جوزيه. دايما بتشرفوني وبتنوروني، ومع ألف ألف سلام. Sangrando.